I
I call the meeting to order. أعلن عن افتتاح الجلسة. أصحاب المعالي، أيها المندوبون الموقرون، سيداتي سادتي، طاب ظهيرتكم إذا كنتم هنا في مدينة جنيف، وتحيات لمن يتواجد في أماكن أخرى من العالم. اليوم هذا هو اليوم الثالث من برنامج أسبوعنا، وظهيرة اليوم مخصصة للفريق العامل المعني بالشفافية والإبلاغ وجدول الأعمال الذي سيوجه المناقشات ظهيرة هذا اليوم. قبل أن نعطي الكلمة للرئيسين بشراكة في فريق العامل هذا، أود أن أذكركم مرة أخرى بقواعد التي نستخدمها وما يتعلق بخدمات الترجمة الفورية. فلديكم إمكانية اللجوء إلى كل اللغات الرسمية، وقائمة المتحدثين لم تعد مسبقا، سوف ندون أسماء المتحدثين حينما يرفعون لافتاتهم أو حينما يرسلون طلباتهم لأخذ الكلمة من خلال وظيفة نافذة الحوار. هناك إعلان مهم آخر، وهو أننا كأمانة وكما عملنا في الماضي يتم تدوين هذه الإجراءات والمناقشات والتدوين الخاص أو التسجيل الذي حصل اليومين الأول والثاني. قد وضع التسجيلان في الموقع الرسمي للمعاهدة، ويمكن لكم أن تنفذوا إليهما وتسمعوا ما تم تسجيله. ونطلب من المتحدثين الذين سيتناولون الكلمة أن يقدموا لنا بياناتهم الخطية حتى يتم تحميلها على موقع الرسمي للمعاهدة. طبعا نحن لا نصر على ذلك، لكن لو وصلتنا البيانات الخطية التي تريدون تحميلها أن توضع على الموقع الرسمي للمعاهدة، فأرسلوا هذه البيانات إلى أمانة المعاهدة حتى يتم تحميلها على الموقع الرسمي. أغتنم هذه الفرصة في هذه المرحلة لأعطي الكلمة للرئيسين بالشراكة. والرئيسان تم تعيينهما من قبل رئيس لدورة المؤتمر الثامن لدول الأطراف. أعرفكم بهما السيدة سابين فيسا من هولندا، وكذلك السيدة كريزال رودريغيز من بنما، وهما رئيسان الجديدان بالشراكة لفريق العامل المعني بالشفافية والإبلاغ، ويسرني أعطيهما الكلمة لتيسير مناقشات هذا اليوم. الكلمة لكما سيداتي. شكرا سيدة ميسامي. أصحاب المعالي، أيها المندوبون وقارون، سيداتي سادتي، شكرا على انضمام إلينا في فريق العامل المعني بالشفافية والإبلاغ. اسمي سابين فيستر من هولندا، وإلى جانبي الرئيس بشراكة سيد رودريغيز من البعثة الدائمة لبنما في مدينة جنيف. يشرفنا أن نترأس هذا الفريق العامل. نود أن نشكر الرئيسين المشاركين من رومانيا، سيد أليخاندرو فرنانديز من مكسيكو، السابقين على جهودهما الناجحة في الماضي قدما بأعمال الفريق العامل. نود أن نعرب عن امتناننا لرئيس على تنظيم هذا الاجتماع، وكذلك أمانة المعاهدة حيث قدمت دعما لا محالة منه. نفتتح الجلسة باعتماد جدول أعمال وجدول أعمال منقح المفصل تم تعميمه في 31 يناير كان الثاني مع وثيقة تمهيدية تفسيرية. ونريد أن نذكر المشاركين أنه خلال مؤتمر 7 دول الأطراف، دول الأطراف اعتمدت عددا من البنود في جدول الأعمال وبعض المهام المتكررة للفريق العامل للفترة بين المؤتمر 7 والمؤتمر 8 لدول الأطراف. والبنود الدائمة التي كلف دول أعضاء الفريق العامل باتباعها هي البنود الستة التالية: أولا، حالة الامتثال بواجبات الإبلاغ. ثانيا، التحديات الخاصة بالإبلاغ. ثالثا، الإبلاغ والقضايا المتعلقة بالشفافية. رابعا، سبل تنظيم التبادل المعلومات. خامسا، منصات تكنولوجيا المعلومات والإيصالات لوظائف الإبلاغ والشفافية. وسادسا، الفريق العامل المعني بشفاف أو ولاية الفريق العامل للشفافية والإبلاغ خلال دورتين 8 و9 لمؤتمر الأطراف. وكسبا للوقت،
فرئيسان اعتمدا جدول أعمالي ضمن أنه هناك ما يكفي من الوقت لكل موضوع وسماحي بمناقشات كافية. المواضيع التي تم حذفها من جدول أعمالي يمكن التطرق إليها خطيا أو اقتراحها أو تأجيلها للاجتماع التحضيري القادم في دورة المؤتمر الثامن الدولي، ونحن نشجع مشاركين على تقديم أي مقترحات من خلال البريد الإلكتروني أو منصة تبادل المعلومات. ورئيسان في هذه المرحلة يودان أن يطلبا من المشاركين: هل لديكم أي تعليقات على جدول أعمال المنقح أو اقتراح أي بنود إضافية؟ فإذا كان هذا هو الحال يرجى تناول الكلمة. I don't see. لا أرى أي وفود تطلب الكلمة. إذن أفترض أننا اعتمدنا جدول الأعمال، سنتطرق إلى البنود في جدول الأعمال وتطلع إلى حوار تفاعلي مثمر خلال الاجتماع. بهذا ننتقل إلى البند الأول من جدول الأعمال، وضع الإبلاغ. وفي كل اجتماع فالفريق العمل يستعرض حالة الإبلاغ، وبالتالي فإن أمانة المعاهدة ستقدم عرضاً مع رؤية شاملة عن وضع الإبلاغ والتقدم المحرز بالمقارنة مع الوضع السابق. ودون تأخير أعطي الكلمة للسيدة سارة باركر من أمانة المعاهدة. سيدة سارة باركر، الكلمة لكم. Good afternoon everyone. طابت ظهيرتكم، شكرا للرئيسين على الدعوة لإعطاء فكرة عن الوضع الحالي للإبلاغ. كما تتذكرون المادة 13.1 من المعاهدة تقتضي من كل دولة طرف تقديم تقرير أولي حول تنفيذها للمعاهدة في غضون سنة من دخول المعاهدة حيز النفاذ. إضافة إلى ذلك في المادة 13.1 تقتضي من الدول الأطراف تقديم تقرير سنوي حول الصادرات والاستيراد. سوف أبدأ بالتقارير الأولية وأعطي رؤية شاملة وكذلك تفاصيل إقليمية، وأقوم بنفس الشيء بالنسبة للتقارير، أعطي صورة كاملة وكذلك تفصيل إقليمي. أبدأ بالتقارير الأولية. حتى الآن لدينا 110 دولة عضو، وكلها كان ينبغي أن تقدم تقريرا أوليا، أي 100% من الدول الأطراف، و 84 دولة طرف قامت بذلك، أي أن 76 من البلدان قامت بذلك. وهذا يعني أننا تسلمنا 3 تقارير أولية جديدة منذ أغسطس العام الماضي حينما قدمت آخر مستجدات خلال المؤتمر السابع للدول الأطراف. لكن عدد دول الأطراف الذي كان ينبغي تقديم تقارير أيضا تزايد. هناك 26 دولة عضو كان ينبغي أن تقدم التقارير الأولية حتى الآن، لكنها لم تقم بذلك بعد، أي 24% من الدول الأعضاء. في الشريحة التالية قدمنا معلومات إضافية حول التقارير الأولية. كما تتذكرون فإن دول الأطراف لها الخيار أن تطلب أن تكون التقارير الأولية غير علنية. 20 دولة طلبت ألا يتم الإعلان عن التقارير الأولية، أي 24% من التقارير الأولية التي قدمت. وفي أغسطس من العام الماضي صعد هذا الرقم إلى 42 دولة. إذن هذه التقارير متوفرة لدول الأعضاء في المناطق المقيدة من الموقع الرسمي للمعاهدة فقط. ثم أشرنا ما إذا كانت التقارير الأولية قد قدمت في حينه في الوقت المناسب. بالنسبة للتقارير الأولية تسلمنا حالياً 42 منها تم تسلمها في الوقت المحدد، أي 50%. ختاماً، ما إجماله 71 دولة قدمت تقاريرها الأولية، أي 85% استخدمت نماذج الإبلاغ فيما قدمته من تقارير. المادة 13 تنص على أن دول الأعضاء سوف ترفع تقاريرها حول أي تدابير جديدة متخذة لتنفيذ المعاهدة حيثما يكون ذلك ملائماً. حتى الآن 6 دول قدمت التقارير الأولية المحينة، ويسرني أن أخبركم بأن الدولة الطرف التي قدمت تقريراً محيناً مؤخراً، أي في الأسبوع الماضي، استخدمت نموذج المناقح المعتمد من قبل المؤتمر السابع للدول الأطراف. الآن سوف ننظر في التقارير على الصعيد الإقليمي. وفي هذه الشريحة لدينا رؤية شاملة عن المشاركة في إطار عملية رفع التقارير وفقا للأقاليم.
والتصنيف قائم على قسم الإحصاءات أو تصنيف الإحصاءات وفقاً للأمم المتحدة. اللون الأخضر طبعاً يشير إلى دول أطراف الأقاليم التي كان ينبغي أن تقدم تقاريرها وقدمت تقاريرها، أما اللون الأحمر يشير إلى دول أطراف الإقليم التي كان ينبغي أن تقدم تقاريرها ولكنها لم تقدم تقاريرها. ولو نظرنا إلى إفريقيا في أعلى الرسم البياني نرى أن هناك 14 دولة طرف كان ينبغي أن تقدم التقارير الأولية وقامت بذلك، و14 دولة طرف كان ينبغي أن تقدم تقاريرها الأولية حتى الآن لكنها لم تقم بذلك. وبالنسبة للأمريكتين نرى أن هناك 19 دولة طرف كان ينبغي أن تقدم تقاريرها الأولية وقامت بذلك فعلا، وثمان دول أطراف كان ينبغي أن تقدم تقاريرها الأولية ولكنها لم تقم بذلك حتى الآن إلى آخره. ننتقل الآن إلى التقارير السنوية. هذه الشريحة تقدم لنا ملخصاً عن عدد التقارير السنوية التي قدمت أو لم تقدم أو لم يعلن عنها أو قدمت في حينه لكل السنوات الخاصة بالإبلاغ، أي 2015 إلى 2020. العمود الأول يشير إلى السنة التي نشير إليها، العمود الثاني يخبرنا عن عدد التقارير السنوية التي كان ينبغي تقديمها كل عام، أي في 2015 61 تقريراً، كان ينبغي تقديم 61 تقريراً، وفي عام 2016 75 تقريراً، وتفاقم عدد الدول الأعضاء فكان هناك تزايد أيضاً في عدد التقارير التي ينبغي تقديمها. العمود الثالث يخبرنا عن عدد التقارير السنوية التي قدمت كل عام من حيث العدد الفعلي ونسبة التقارير التقارير المقدمة، وهذا ما نجده في بين قوس معقوفة. بالنسبة ل 2015 نرى أن 51 تقريرا سنويا قدمت، وهذا مثل 84% من التقارير الأولية أو السنوية التي ينبغي تقديمها. العمود الرابع يشير عدد دول أطراف قدمت تقريرا وإن لم يطلب منها أداء ذلك بعد، هذه لم تدخل في النسب ولكنها موجودة هنا للإحاطة الإعلامية. العمود الخامس يخبرنا عن عدد دول أطراف كان من المفترض تقدم تقارير سنوية لكنها لم تقم بذلك. وفي العمود السادس نرى عدد الدول الأطراف التي طلبت أن يتم توفير تقارير سنوية للدول الأطراف فقط، ونرى أن هذا الرقم تفاقم من تقريرين في 2015 أي 4% إلى 19 تقريراً أو 31% في عام 2020. أما بالنسبة لتقديم التقارير في حينه فدول الأطراف التي كان ينبغي أن تقدم تقاريرها في 31 من مايو أيار من كل عام، ونرى العديد من الدول الأطراف تقدمت تقاريرها 3 أيام بعد الموعد النهائي، وبالتالي نعطي فترة سماح ونتعامل مع كل من قدم هذه التقارير في غضون 7 أيام بعد الموعد النهائي على أنه قدمت التقارير في حينه. والعمود الأخير يعطينا فكرة عن عدد دول الأطراف تقدمت تقاريرها في حينه كل عام. أما من حيث استخدام أدوات الإبلاغ ف 12 دولة طرف قدمت هذه استخدمت هذه النماذج، 6 حملت تقاريرها في النظام أي في شكل PDF وحملتها في النظام ولكنها لم تستخدم الأدوات على الإنترنت، و3 قدمت تقاريرها الخاصة بالأمم المتحدة. المثال الرسم البياني هنا يبين عدد التقارير التي قدمت وعدد التقارير التي لم تقدم، ونخلص إلى أن نسبة أكبر من دول الأطراف استوفت أوفت بالتزاماتها ولكن كان العدد قليلا في بداية المعاهدة. أما الشريحة التالية فتبين هذه الأرقام من حيث الأرقام الفعلية، فترون من الرسم البياني بأن هناك عدد أكبر من دول الأطراف التي قدمت تقاريرها لو قارنا عام 2020 ب 2015، ولكن هناك عدد أكبر من دول التي كان ينبغي تقدم تقاريرها لوجود عدد أكبر من دول الأطراف في المعاهدة. ننظر بإيجاز إلى التقارير السنوية بموجب كل إقليم. هذا الرسم البياني يبين نسب الدول الأطراف في كل إقليم التي كان ينبغي أن تقدم تقاريرها سنوية كل عام وقامت بذلك فعلا وفقا لكل إقليم وسنة. مثلا المجموعة الأولى من الأعمدة تبين رفع التقارير من قبل الدول الأطراف في إفريقيا، الأزرق الداكن يبين أن 71% من البلدان في إفريقيا قدمت تقاريرها فعلا، اللون الأصفر يخبرنا بأن 46 قام بذلك في 2016، اللون البرتقالي أن 29% قام بذلك في 2017 وإلى آخره. وترون أيضا النسب السنوية للإبلاغ في كل إقليم حيث تنتقلون من طرف إلى طرف من الرسم البياني. كلمة أخيرة، أعددنا شريحة تقدم فكرة عن عدد دول الأطراف التي قدمت كل التقارير السنوية التي كان ينبغي أن تقدمها خلال السنوات،
وفي هذا الرسم يعني الجزء الأخضر يبين لنا بأن 55 دولة طرف، أي 52% من الدول الأطراف التي كانت بغت أن تقدم تقارير سنوية، قد قدمت هذه التقارير السنوية كل عام كما كان مفترض منها تقوم بذلك. فلو كان عليها أن تقدم 6 تقارير حتى الآن فقد قدمت 6 تقارير سنوية، وكان عليها أن تقدم تقريرين حتى الآن فقد قدمت تقريرين إلى آخره، واستوفت كافة واجباتها بمئة في المئة بالكامل. اللون الأصفر يخبرنا بأن 20 دولة طرف، أي 19% من الدول الأطراف التي كان ينبغي أن تقدم تقاريرها السنوية، قدمت على الأقل تقريرا سنويا واحدا، لكن لن تقدم كل التقارير السنوية التي كان مفترض أن تقدمها عبر السنوات. فربما كان ينبغي أن تقدم 5 تقارير سنوية ولم تقدم إلا 3، أو ربما كانت إذن لديها تقريران عالقان. واللون الأحمر يخبرنا بأن هناك 30 دولة طرف أو 29% من الدول الأطراف التي كان ينبغي أن تقدم تقاريرها السنوية لم تقدم أبدا أي تقرير سنوي، وربما كان ينبغي أن تقدم 5 حتى الآن أو 2 ولكنها لم تقدم أي تقرير. إذن ما هو الهدف من هذا التحليل؟ كجزء من عملية التواصل بين الأمانة ودول، نرى أنه من الأهمية بكان أن نميز بين تلك الدول الأطراف التي قدمت على الأقل بعض التقارير وتلك التي لم تقدم أي تقرير سنوي أبدا. فإذا كانت دولة الأطراف قد تمكنت من تقديم تقرير أو تقريرين سنويين ولم تتمكن من تقديم كلها، سنطرح عليها أسئلة مختلفة عن السبب الذي لم يؤدي بها بتقديم كل تقاريرها، والهم من ذلك ربما لديها أجوبة مختلفة لأسئلة لماذا لم تقدموا كل تقاريركم السنوية. من الواضح أن دولة وصلتها معلومات والبيانات اللازمة من خلال تعاون بين الوكالات لإعداد وتقديم التقرير أو أكثر من تقرير. ربما هناك شخص واحد مسؤول وترك منصبه ولم يأخذ أحد تلك المهام بعده، ودولة التي لم تقدم أي تقرير سنوي ربما تواجه تحديات مختلفة تماما. ربما هي على غير دراية بأن عليها أن تقدم تقريرا سنويا أصلا، وبالتالي حينما نستهدف هذه المجموعات المختلفة لتحديد لماذا لم تقدم كل تقاريرها السنوية أو أي من تقاريرها السنوية، سوف نسأل أسئلة مختلفة ونتعامل مع تحديات مختلفة التي تواجهها الدول الأطراف. وبالتالي قمنا بإضافة هذه الشريحة لكي نبين كيف ننوي أن نتعامل مع الدول الأطراف التي لم تقدم كل تقاريرها لتحسين إبلاغها. وبهذا أشكر الرئيسين بالشراكة مرة أخرى، وعلى غرار كل عروض الأمانة سنوفر هذه الشرائح على الموقع الرسمي حتى تلقوا نظرة أطول عليها. شكرا. Many thanks to you. شكرا جزيلا لك سارة على هذا العرض المستنير وعلى عمل الأمانة المستمرة للتعامل مع هذا الموضوع. الرئيسان مشاركان يسرهما أنهما رأى تحسينا على صعيد الإبلاغ وتقديم التقارير في حينه، لكن هناك انشغالات بسبب الانخفاض في مستوى الإبلاغ في المعاهدة. بهذا أود أن أفتح الباب للمشاركين الذين يريدون مشاركة آرائهم حول وضع الإبلاغ. هناك طلب لأخذ الكلمة من معت. للسلام، الكلمة لكم. شكرا لإتاحة الفرصة لمؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالمشاركة في تلك المناقشة الهامة والمتعلقة بالشفافية وإعداد التقارير. شكرا للفريق العامل على إعداد المسودة. أشعر مؤسسة معهد بالقلق باستمرار المشاركات القليلة في إعداد التقارير وتقديمها للأمانة العامة، حيث أشار الفريق العامل للمادتين 6 و 7 المتعلقة بالأعمال المحظورة والتصدير أن هناك 20 دولة فقط وثلاث منظمات مجتمع مدني قدموا ملاحظاتهم وتقاريرهم إلى الأمانة وفقا لما هو منشور على موقع الأمانة العامة من بيانات متعلقة بتقديم الدول لتقاريرها السنوية، فالنسبة ضعيفة جدا مقارنة بأعداد الدول المنضمة إلى المعاهدة، حيث بين 2015 إلى 2020 نرى أن نسبة التقارير السنوية المستحقة والمستلمة في تراجع عن السنوات السابقة، وأن هناك تزايد نسبي في التقارير المستحقة ولكن لم يتم استلامها. وأيضا الدول التي لم تقدم تقاريرها منذ 2015 مثل أفغانستان ونيجيريا. لذلك تتساءل مؤسسة معهد عن السبب الذي لم يجعل الدول في تفاعل مع الأمانة العامة. هل ذلك لأسباب متعلقة بالآلية المتخذة لتقديم التقارير؟ تعتقد مؤسسة معهد أنه أصبح هناك حاجة لإشراك منظمات المجتمع في عملية إعداد التقارير الوطنية للدول،
حيث وفقا لما تم الإشارة إليه مكتب الأمانة العامة حول عملية التصديق وانضمام الدول جديدة إلى معاهدة محفزة لإعادة النظر في الآلية المستخدمة لإعداد التقارير لذلك. وتقترح مؤسستنا أيضا أن يكون هناك آلية استعراض، حيث أن عملية استعراض الدول لملفها الوطني فيما يتعلق بالتزامها بمعاهدة تجارة الأسلحة أصبحت عملية مهمة لتحقيق أهداف المعاهدة، حيث تضمن مراجعة الدول بشكل دوري، وهذا بجانب تشكيل فريق خبراء يقوم بمراجعة التقارير الوطنية المقدمة من قبل الدول في تواريخ محددة، كما نؤكد على ضرورة بناء قدرات المجتمع المدني وتشجيعهم لتقديم تقاريرهم إلى الأمانة العامة، لأن هذا سوف يضمن التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحقيق أهدافها. شكرا. Thank you, Marlies. I would like to request the. شكراً لما يرجى من المندوبين أن يتحدثوا بصورة أبطأ. أرنا الاتحاد الأوروبي قد رفع تقريره. Thank you, Madam Co-Chair, and congratulations. نهنئكما سيدتي سيدتي الرئاسة بشركة. سيدة من دواعي الشرف أن أتحدث باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والدول المرشحة جمهورية مقدونيا الشمالية وألبانيا ومونتينيغرو والنرويج وإيسلندا وجورجيا، كلها تنضم إلى هذا البيان. إن الاتحاد الأوروبي يؤيد مبادئ التعاون والمسؤولية والشفافية في معاهدة تجارة الأسلحة والمترسخة في المعاهدة، فالإبلاغ والشفافية من العناصر الأساسية التي تؤدي إلى بناء الثقة فيما بين الدول، ومما يمكن المساءلة والتدقيق في قرارات خاصة بتصدير الأسلحة والمتخذة من قبل السلطات الوطنية. إن رفع التقارير والإبلاغ عن هذه من المعالم الأساسية والواجبات الأساسية الواردة في المعاهدة، وبالتالي نؤكد مجدداً دعوتنا لكل الدول الأطراف أن تحترم واجباتها في حينه وبشكل شفاف وشفاف، أي أن تكون متوفر علنا، فدون إبلاغ علني الدول الأطراف تؤثر سلبا على كفاءة وفعالية المعاهدة. وبالتالي نأسف أن الصين قررت ألا تجعل تقاريرها علنا أو متوفر علنا. نناشد الصين لإعادة النظر في قرارها في لاحترام روح المعاهدة. إن الانخفاض في معدلات الإبلاغ أمر مؤسف ومثير للقلق، نأمر أن نرى أرقاما أفضل، ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنلفت النظر إلى المواعيد النهائية القادمة لتقديم التقارير السنوية لعام 2021. نثني على كافة دول الأطراف التي سبق وأن قدمت تقارير سنوية لعام 2021، ونشجع دول أخرى لمتابعة ذلك في حينه ومشاطرة تقاريرها علنا. هناك العديد من الأسباب لانخفاض معدل الإبلاغ، من بين ذلك العجز في القدرات والتحديات والصعوبات في إجراء التقييم التقني، وحيث يعد من المهم مناقشة هذه التحديات وإيجاد السبل العملية لتجاوزها، فإن الإبلاغ ويبقى من الواجبات الأساسية لدول الأطراف التي لا بد أن من احترامها. والاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدته، وبهذا الصدد نذكر بأن برنامج التواصل للمعاهدة للاتحاد الأوروبي قد دخل في المرحلة الثالثة، ونحن نؤيد أيضا أمانة المعاهدة في مساعدة الدول الأطراف التي هي بحاجة لمساعدة، ثم هناك أيضا صندوق استئمان طوعي لهذا الغرض أيضا. الاتحاد الأوروبي اعتمد التقرير السنوي 23 حول صادرات الأسلحة في 28 من سبتمبر 2020، حيث تم الإخبار بالتفصيل حول مبيعات المرخصة للأسلحة في دول الأعضاء الاتحاد الأوروبي لعام 2020، وهو أسرع تقرير سنوي صدر حتى الآن، وفي غضون 9 أشهر من نهاية دورة السنة الإبلاغ. إضافة إلى ذلك، فإن برنامج خدمات الخارجية قد قامت بإعداد قاعدة بيانات فيها بيانات حول صادرات منذ 2013، وفي وقت لاحق سأقدم عرضا مفصلا حول هذا الموضوع، بالتالي لا نخوضها في التفاصيل في هذا البيان، لكنكم ستسمعون أكثر عن ذلك، أي عن قاعدة بيانات بطلب من الرئيسين بالشراكة. ختاما، فإننا نؤكد مجددا التزامنا لتحقيق شفافية في المعاهدة، واتخذنا عددا من التدابير العملية لتيسير أو تصويب
الإبلاغ في حينه حول صادرات أسلحة دول الأطراف. ناشد كافة دول الأطراف لأن تختار الإبلاغ العلني، مما يزيد من أهمية التقارير وييسر المساءلة لقرارات الخاصة بالصادرات. نحن ممكنون ختاماً لأمانة معاهدة تجارة الأسلحة على التحيينات المستمرة حول عدد السنوات التقارير السنوية أو الأولية التي تساعدنا على متابعة التقدم المحرز. شكراً للسيدين للسيدتين بالشراكة. شكرا إلى السيد ممثل الاتحاد الأوروبي. الكاميرون له الكلمة. شكرا سيدتي على إعطائي الكلمة باسم وفد الكاميرون. أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى الرئيسة المشاركة وإلى التقارير الممتازة التي قدمت وكذلك الوثائق الشاملة. ويسعدنا أيضا أن نرى عددا كبيرا من النساء تتبوأن مناصب هامة في هذه المعاهدة. إننا نرى أنه من الأهمية بمكان احترام الشفافية وإعطائها الأهمية الممتازة وإلقاء الضوء على أهميتها في التقارير السنوية. قدم بلادي التقارير السنوية والمتوسطة الأجل منذ سنوات عديدة. إذن هذان التقريران قدم في عام 2021 مرة واحدة، ويمكن الاطلاع على موقع المعاهدة ويمكنكم أن تطلعوا على التقريرين. ويسعد الكاميرون أن تقوم الأمانة بتوفير المعلومات وأن تضع معلومة مفادها أن الكاميرون قد قدم تقريره العام 2019 و2021، وهذا يعني أن الكاميرون قد قامت بكافة واجباتها وأوفت بها. أما بالنسبة لتجميع البيانات بشكل عام فلدينا شاغل هام، وهو التأخر في جمع المعلومات، وسنقوم بتنقيح منهج تجميع المعلومات في ضوء التبادلات التي تدور هنا بشأن تجميع المعلومات. أما بالنسبة للمصفوفة أو النموذج الذي أعده فريق العمل بالنسبة لإعداد التقارير السنوية، ونرى أنه ينبغي إدراج أيضاً المذكرة التفسيرية التي ستساعدنا في استخدام المصفوفة أو النموذج إعداد التقرير الوطني، وهذا سيعزز من فائدة هذه المصفوفة في نظر الدول الأعضاء. شكراً. شكراً للكاميرون على مداخلتها. ونطلب منهم كما تطلب الترجمة الفورية من معات وكافة الدول العربية الموقرة أن ترسل بياناتها إلى الأمانة حتى تتمكن الترجمة من القيام بعملها بشكل جيد. الكلمة للصين. شكراً للسيد الرئيس. أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر معاهدة تجارة الأسلحة على النهوض بهذا العمل الهام. وأكملت الصين تقرير الامتثال الذي يعزز الشفافية والثقة بين البلدان ويعزز تحقيق أهداف المعاهدة. وفي السنوات الأخيرة قدمت الصين تقاريرها إلى سجل الأسلحة التقليدية التابع للأمم المتحدة، وكذلك 7 فئات من من الأسلحة التقليدية، وكافة هذه المعلومات متاحة علنا على موقع الإنترنت. بالنسبة لمعاهدة تجارة الأسلحة، قامت الصين فورا بالاستعداد لإعداد تقرير الامتثال وقدمته للأمانة في أكتوبر العام الماضي، وفي أكتوبر المقبل ستقدم الصين تقريرها السنوي بشأن المعاهدة.
كذلك قامت الصين بترجمة المصفوفة لكي تيسر جهود الصين للتنسيق بين جهود الوكالات الحكومية وتعاونها مع الجهات الخارجية. بالتالي بالنسبة لنا تعرب الصين عن رغبتها بالتعاون مع دول الأطراف الأخرى في إعداد التقارير، وتشجع الدول استخدام المصفوفة وتحقيق المزيد من الشفافية والاستفادة من الدروس المستخلصة والممارسات الفضلة. إن الصين طلب منها أن تعزز من جانب الشفافية، ولكن الصين بداهة وانطلاقا من التزامها بمقاصد المعاهدة تعزز الشفافية، ويمكن لهذا وضع تقريرها علنا على الإنترنت، وبالتالي يمكن للجميع أن يطلع على تقارير الصين. وأعتقد أنه من واجب الاتحاد الأوروبي أن يشجع الدول الأطراف على الانضمام إلى المعاهدة، بدلا من أن تتساءل بشأن قدر الشفافية الموجودة في تقارير الصين. شكرا، والكلمة لسويسرا. شكرا للرئيستين المشاركتين في إدارة هذا الاجتماع. بداية أعرب عن امتنان سويسرا لعملكم الذي نقدره كثيرا، لا سيما فيما يتعلق بالظروف التي لا زالت مستمرة بشأن جائحة كوفيد-19. إن سويسرا تشجع دول الأطراف ليس فقط تقديم التقارير بموجب المادة 13 من المعاهدة، ولكن أيضا أن تستفيد من التقارير الموجودة علنا، وأن تستخدم من الأدوات الموجودة كالمصفوفة لإعداد التقارير السنوية، وهذا سيحسن الشفافية وسيحسن مقارنة المعطيات المقدمة. أما بالنسبة للبند الثاني والمهمة الخامسة، البند الخامس من جدول الأعمال، فإن سويسرا تود أن تعرب عن دعمها للتعديلات المقترحة والأسئلة المطروحة دائما التي ترد في وثيقة خاصة لتيسير عمل فريق العمل. الكلمة الآن لكارينا سوليميرانو من كنترول أرمز. إن كنترول أرمز تود أن تشيد بعمل فريق العمل المعني بشفافية وإعداد التقارير والتعديلات التي أدخلت على مصفوفة التقرير السنوي، كما أننا نريد أن نشيد بعمل الرئيستين والأمانة الذين يوفرون دائما الموارد التي ستحسن وتساعد من إعداد التقارير، ونطلب تبادل الآراء حول كيفية ضخ المزيد من الشفافية في كافة أعمالنا، وكذلك تحسين التزامات الامتثال حتى تتمكن كافة الأطراف من إعداد تقاريرها بدقة وفي الوقت المناسب. إن التقارير السنوية للمعاهدة، لا سيما تقارير عام 21، تظهر أن التقارير قد تحسنت كثيرا بالمقارنة مع عام 20 عام الجائحة، ولكن ذلك العام كان أدنى عام بالنسبة لاستلام التقارير، وهذا بالرغم من أنه وصل إلى 88%. إذن الجائحة في عام 21 والتنوع الجغرافي أدى إلى أن الصعوبات الأكبر هي انعدام الإرادة السياسية. بالتزامنا بالمادة 13.3 نرى أن هناك المزيد من الجهود التي يمكن بذلها لدعم الامتثال من قبل كافة الدول الأعضاء. كذلك وجدنا أن الإبلاغ العلني ينخفض إلى معدل 22%. التقارير
إن هناك تقريراً واحداً موجود، والواقع أن التقارير المتاحة علناً هو أدنى مستوى حقق حتى الآن، وبالتالي نشجع الاستمرار في تقديم التقارير العلنية. ونجد أن هناك ميلاً الآن إلى جعل التقارير سرية، كما أن هناك ميل إلى التقارير الخاصة. فبالنسبة للتقارير الأولية، وهذه التقارير الأولية هي دائما سرية. في عام 21 كان هناك 5 دول ستقدم تقاريرها، ولكن دولة واحدة فقط قدمت تقريرها وأبقته خاصا أو سريا. كما أن هناك شح في عدد الدول التي تقوم بتحيين تقاريرها، وقالت الأمانة أن 6 دول فقط قامت بتحيين تقاريرها. نتطلع إلى الدول، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكبار الدول الأعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة، أن تتبوأ الطريق والزعامة لدعم الشفافية. شكراً لكنترول آرمز، ونطلب من كنترول آرمز أيضاً أن تبعث ببياناتها إلى الأمانة لأنهم يقرؤون بسرعة جداً. أرى أن فرنسا تطلب الكلمة الآن. شكراً سيدتي الرئيسة، وصباح الخير للجميع. وأتقدم بالشكر إلى السيدتين الرئيستين المشاركتين في إدارة هذا الاجتماع. اختصاراً للوقت، سأتقدم ببياني مرة واحدة. سيدتي، بداية أتقدم بالشكر إليك إلى الاقتراحات المختلفة التي بعثت لنا قبل بدء أعمال هذه الدورة، ونولي اهتماماً خاصاً باحترام الالتزامات الناجمة عن المادة 13، وكل عام ننشر تقاريراً علنية حول تصدير الأسلحة التقليدية. وهناك أيضاً مزيد من التقارير حباً في تعزيز الشفافية التي نقدرها على الأصعدة الدولية والوطنية والإقليمية. هذه التقارير موجودة علناً، ويمكن لأي جهة أن تطلع عليها، إن كانت من الحكومات أم من منظمات المجتمع المدني. ونطلب من الجميع أن يلتزم بهذه المبادئ، ونشجع الجميع وضع تقاريرهم بشكل علني. نسعد لإنشاء المنتدى الخاص بتبادل معلومات حول مكافحة تحويل الوجهة. هذه المعلومات مفيدة جداً لمكافحة تحويل وجهة الأسلحة التقليدية، ونأمل عقد اجتماع مقبل لهذا المنتدى. بالنسبة للردود والأسئلة والردود التي وضعت لفريق العمل هذا، نجدها مفيدة جداً في إعداد التقارير السنوية. وهناك بعض العناصر التي سنقترحها. نشكر الأمانة على اقتراحها الرامي إلى إنشاء قاعدة بيانات تمكن من إجراء بحوث حول المعلومات التي تضعها الدول الأعضاء في تقاريرها الوطنية. ولكننا في نفس الوقت نود أن نذكر أن تنفيذ هذا المشروع لا ينبغي أن يؤدي إلى فرض نماذج متفق عليها في مؤتمرات الدول الأطراف السابقة. وفي نفس الوقت يهمنا أن نحصل على كافة المعلومات الإضافية والتكميلية بشأن هذا المشروع حتى نصل إلى أفضل الوسائل والطرق لإعداد التقارير، والتي نريد أن تكون ميسرة الإتاحة. نود أن نعرف كيف سيتم، ما سيكون عليه وضع قاعدة البيانات هذه، حيث أن هناك قاعدة مماثلة لدى الأمم المتحدة. وختاماً، تضم فرنسا صوتها لتحية الجهود التي تبذلها الرئيستان المشاركتان.
شكرا. إننا سنناقش قاعدة البيانات على الإنترنت وقائمة الأسئلة والأجوبة. الآن أعطي الكلمة إلى كوستاريكا، تتبعها ألمانيا. شكرا للرئيس المشاركة. نود أن نتقدم بالشكر لشكر المياسرين لهذا الفريق العامل، ونود أن نتقدم بأربعة أفكار: الامتثال وتدابير الشفافية جزء لا يتجزأ من المعاهدة، ونود أن نقوم جميعاً بتنفيذ هذا الالتزام، وأن تكون لدينا نظماً تمكننا من تقديم التقارير سنوياً. إننا نرى أن معدل الامتثال غير مرضي. في بلادي مؤسسات تحملت المزيد من التدابير أثناء هذه الجائحة من أجل تحسين نوعية المعلومات والتفاصيل الواردة في التقارير. وبالنظر إلى التحديات التي نواجهها في التصنيف وتحديد الفئات المختلفة بين وزارة الدفاع ومكتب الرقابة، فإننا دعماً لمعاهدة الاتحاد الأوروبي طالبنا بعقد ورشة عمل حول طرائق إعداد التقارير السنوية. بالنسبة للوثيقة التي قدمها لنا هذا الفريق العامل، نود أن نقوم بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية لبغية توحيد السجلات وطرائق العمل، كما نرجو تحسين معدل التقارير الشفاف العلنية بغية تحسين الشفافية. فالشفافية تمكننا من وضع البنان على أوجه الضعف والثغرات. وأخيراً، تود كوستاريكا تهنئة هذا الفريق العامل على عمله، وتطلب منه وتشكره على مكافحة الاتجار بالأسلحة وتحويل الوجهة، وكذلك جهوده في مكافحة العنف القائم على البعد الجنساني. شكرا. شكرا لكوستاريكا على هذا التقرير، وأشكرك على مشاركتنا ما لديكم من تطورات وطنية. وأعطي الكلمة الآن إلى ألمانيا. شكرا للسيدة الرئيسة. إن ألمانيا ترى أن الإبلاغ أداة هام جداً لتوفير المعلومات الهامة، ويمكن للمجتمع المدني أن يقدم المزيد من المعلومات. إننا نعزز هذه العملية، ولكن وجدت ألمانيا أن الأعضاء الجدد قد يتصعبون من إعداد التقارير، وهذا سيبطئ التقارير. لهذا نريد تقديم الممارسات الفضلة وتقديم العون من خلال الصندوق التوعي لمساعدة البلدان على إعداد تقاريرها الوطنية. كذلك نطلب الاستفادة من المعلومات الخاصة بمكتب الأسلحة، مكافحة الأسلحة في الأمم المتحدة، والسجل الخاص بتسجيل الأسلحة، فهذه قد تكون لديها معلومات تفيدنا. ونأمل استئناف العمل مع انتهاء أو قرب انتهاء جائحة كوفيد. شكرا لألمانيا على هذه المداخلة، وأعطي الكلمة للمكسيك. شكرا جزيلا. إن حكومة المكسيك تقدر العمل الذي تقوم به الرئيستين المشاركتين، و نشكر لكم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية والدقة
والامتثال، وذلك لتعزيز منظومة أعمال المعاهدة. إن هذه التقارير هامة وجودتها هامة جدا لمساعدة عمل منظمات أخرى، ونرى أن التقارير هي الأساس للمزيد من الدراسات التي يمكن أن تتبلور في المؤسسات الوطنية وفي منظمات تابعة للأكاديمية وللمجتمع المدني. إذن بالرغم من القيود اللوجستية التي أتت بها جائحة كوفيد، فإن حكومتي تمكنت بشكل شامل وبشكل آني من تقديم تقاريرها، ونعرب عن قلق تجاه انحسار عدد التقارير السنوية المقدمة وضعف المستوى. ونعتقد أن التقارير الوطنية وانتهاء هذه الجائحة وتوفير المصفوفة سيعزز عملية إعداد التقارير ويساعد المزيد من الدول على إعداد تقاريرها. لا توجد لدينا اقتراحات نضيفها إلى الوثيقة الإرشادية، ونضم صوتنا إلى إدراج مزيد من التعديلات التي قد تحسن من الإيفاء بالتزام الإبلاغ، كما نقدر إدراج البعد الجنساني في الوثيقة. ونرحب أيضا باستخدام المصفوفة للتقارير الأولية والتقارير السنوية، ويحدون الأمل في أن تتحسن في والتي تم تحسينها في المؤتمر السابع، وبالتالي قد تساعد كافة أولئك الذين يهمهم أن يقدموا تقاريرهم على أساس الشفافية. نطلب منهم جميعا تفادي ازدواجية الجهود وبعثراتها وعدم الخلط بين معاهدتنا وبين معاهدات والتزامات تنبع من التزامات ومعاهدات أخرى. إذن علينا تفادي بعثرة الجهود وتكرارها وتحسين ما لدينا من مصفوفة. شكرا. Thank you to Mexico. شكرا للمكسيك على هذه المداخلة وعلى هذه الاقتراحات المفيدة جدا. لا أرى أي طلب آخر في القاعة يطلب تناول الكلمة. بهذا نختتم هذا البند من جدول الأعمال، نلحظ أن عددا كبيرا من الدول يطالب بمزيد من الشفافية ويأسف لانحسار عدد الدول التي لم تقدم تقاريرها بموجب المادة 13.1، ونتيجة لذلك ف 52% فقط أوفت بالتزاماتها، ويشار إلى أن إعداد التقارير جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومن حسن أدائها، كما كانت انشغالات من إطفاء الطابع السرية على بعض التقارير وجعلها متاحة إلى الدول الأعضاء، وهذا يدحض هدف الشفافية. آخر مهلة لتقديم التقارير هو 31 مايو، ونطلب من الدول أن تفي بالتزاماتها بإعداد التقارير والاستفادة من المصفوفة التي أعدت في المؤتمر السابع. كما نشجع البلدان على تسريع تقديم تقاريرها المتأخرة عن السنوات الماضية. نطلب من الدول الأعضاء زيارة الموقع والاطلاع على كافة المعلومات التي قد تكون بمثابة عون لها. بهذا
ننتهي من هذا البند وننتقل إلى البند التالي، وهو متعلق بجدول الأعمال الخاص بمشاكل إعداد التقارير والتحديات التي تواجهها البلدان. إذن حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت، تقوم الرئيستان المشاركتان بتقديم كافة هذه التقارير. نشجع البلدان على تقديم تقاريرها في وقت آني، ونعطي الدول الفرصة لمشاركة ما لديها من انشغالات وصعوبات. كما رأينا في البند السابق، هناك مشاكل في الإبلاغ. إذن أرجو منكم أن تشيروا علينا بما لديكم من مشاكل. أما الموضوع الثاني هو استراتيجية الدعاية لتيسير الإبلاغ وإعداد التقارير. إذن نشجع البلدان المتأخرة في إعداد تقاريرها، وبالتالي فإننا قامت الأمانة بإرسال رسائل شخصية إلى بعض البلدان لتشجعها على إعداد تقاريرها، وسنعيد الاتصال بهذه الدول. كما نشجع المشاركين في فريق العمل من أجل تحسين آليات إعداد التقارير، ونطلب من المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية أن تقدم تقارير حول التزامات الإنفاذ. إن الرئيسين المشاركين يودون التركيز على أهمية الصندوق الطوعي في تعزيز إعداد التقارير من خلال تقديم الدعم، وهذا ما نصب إليه بالنسبة للمؤتمر المقبل CSP8. نطلب من الدول مواصلة تقديم التقارير حول ما لديها من تجربة وخبرات في هذا المجال. الآن أعطي الكلمة إلى الرئيسة المشاركة. شكرا سابين. هذه من المواضيع المتكررة في جدول أعمالنا. إن جدول الأعمال الذي تحدث أيضا عن الأسئلة المطروحة بشكل مستمر تشير إلى أهمية هذه القائمة، وهناك العديد من التعديلات التي أدخلت من أجل أن تعكس ما استجد من معلومات. في العام الماضي تم إقرار المصفوفة الجديدة أو النموذج الجديد الخاص بالإبلاغ، وهذا يمكن من الإيفاء بمسؤولية الإبلاغ بموجب المادة 13.3. وبالنظر إلى ما حقق من تقدم، فنحن الرئيسان المشاركان وبدعم من الأمانة قمنا بوضع سلسلة من التعديلات، وذلك لكي ندرج في هذا النموذج الاقتراحات الجديدة، وستجدون بعض الوثائق التي أضيفت. الآن أريد أن أعطي الكلمة إلى سو باركر حتى تتمكن من إعطائنا النظرة حول التعديلات المقترحة. سالي لك الكلمة. شكراً للرئيسين المشاركين على هذه الفرصة. لن أحدثكم عن كافة التغييرات، ولكن أود فقط أن أحدثكم عن أنواع التعديلات المقترحة والتي دخلت على هذه الوثيقة. هذا الملحق ألف الخاص بالورقة الاستهلالية للرئيسين المشاركين، وما اقترح جديداً قد وضع بلون مختلف.
هذه الوثيقة التي نشير إليها وهي وثيقة الإرشاد أعدتها بلجيكا في 2018 وذلك لمساعدة الدول على إعداد تقاريرها السنوية، وتحتوي على سلسلة من الأسئلة والأجوبة وهذه ما تسمى FAQ أي Frequently Asked Questions، الأسئلة المطروحة دائما، وهي وثيقة إعلامية ومفتوحة المرجعية ويمكن أن تحتوي على اقتراحات للتغييرات، ومزيدا من الاقتراحات يمكن أن تضاف إلى هذه الوثيقة في أي وقت، وسيقوم فريق الإبلاغ والشفافية بالنظر فيها ودراستها، وهذا ما نقوم به اليوم. إذن كما قلنا بعد اعتماد النموذج الإبلاغ المنقح شعر أنه من الأهمية أيضا تنقيح وثيقة الأسئلة والأجوبة لنضمن كونها متسقة مع نموذج الإبلاغ. هناك إذن الكثير من التغييرات في هذه الوثيقة التي صممت لكي تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي أدخلت، وبهذا نرى أن هذا المصفوف أو هذا النموذج قد عدل. مثلا أنها تشمل الآن مجالات محددة وتدعو الدول الأعضاء الترخيص لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح لتقديم واستخدام المعلومات في تقاريرها من أجل دعم تقرير الدول في سجل الأمم المتحدة. كذلك في الصفحة الأولى من النموذج تاريخ تقديم قد تقديم التقرير قد غير لكي يكون تاريخ التقرير، فإعداد التقرير قد يختلف عن تاريخ تقديم التقرير. إذن هذه التعديلات اقترحت. بالإضافة إلى ذلك هناك اقتراح بإزالة الإشارة إلى كلمتي المسائل الطوعية والإجبارية، وحذفت هذه من نموذج الإبلاغ. هناك تغييرات أخرى سطحية وقد تكون تتعلق بخطأ مطبعي، فمثلا هناك تغيير من التسمية، بدلا من نموذج إبلاغ معاهدة تجارة الأسلحة إلى نموذج الإبلاغ السنوي، وهذا يعني أن الوثيقة تشير إلى نموذج إبلاغ المعاهدة، إذن لسنا بحاجة إلى ذكره لأن هناك أيضا تقارير الأولية initial reports. إذن هذه التغييرات مفيدة. نقترح أيضا تغيير الأمانة إلى أمانة المعاهدة. أما بالنسبة للأخطاء ففي الاستجابة الأصلية إلى السؤال 20 أشير إلى أن هناك عمود في مصفوفة الإبلاغ خصص بالمكان المتوسط intermediate location، حيث يمكن لدولة الإبلاغ أن تشير إذا ما كان هناك مواقع أخرى، وبالتالي يمكن تعديل هذا، وندعو الدولة أن تقدم المعلومات الخاصة intermediate location في الخانة المخصصة لذلك. اقترحنا أيضا تقديم تعديلات تقدم مزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل الإبلاغ على الإنترنت على نموذج الإبلاغ وكيفية تعبئة التقرير. كما قلت كافة هذه التغييرات معلمة باللون الأحمر لكي تطلع عليها بسهولة، وهذا يأتي في أوانه لأن التقرير المقبل وآخر موعد له هو 31 مايو أيار 2022، وأرجو منكم أن تتمكنوا من الاطلاع على النموذج وعلى الأسئلة. شكرا. أود أن أشكر أمانة المعاهدة على هذا العرض المفصل للغاية، أأمل أن ذلك أضفى المزيد من الوضوح حول السبب أو الأسباب خلف كل من هذه المقترحات. أذكر كل المشاركين أن وثيقة الإرشادات الخاصة بالأسئلة والأجوبة تقتضي من كل المقترحات تراعى في إطار فريق العامل هذا، وفي وثيقتنا التمهيدية
فقد دعونا كل المشاركين لمراجعة هذه التعديلات المقترحة في الملحق الألف وإرسال أي وثائق أو مقترحات إضافية لإدخال تعديلات عليها وأسئلة إضافية إما لنا رئيس المشاركين أو لأمانة المعاهدة أو من خلال منصة تبادل المعلومات في وقت أقصاه 10 دقائق قبل عقد اجتماعنا. وأخبركم بهذا الصدد بأن رئيس المشاركة لم يتسلم أي تعليقات ومقترحات محددة حول هذه الوثيقة بالتحديد الخاصة بقنوات التواصل المحتملة. الآن أود أن أعطي الكلمة لكل المشاركين الذين قد يرغبون في مشاطرة آرائهم حول مسودة التعديلات المقدمة من قبل الرئيسين بشراكة وأي قضايا أخرى متعلقة بهذا البند من جدول الأعمال. نحن نفهم أن بعض المندوبين قد سبق وأن تناولا هذا الموضوع في بنود سابقة ومن لم يقم بذلك لهم الكلمة، وبالتالي أعطي الكلمة لمعت للسلام الكلمة لكم. المسيرة لدي استفسار بخصوص تقديم التقارير. لقد ذكرتم أن آخر موعد لإرسال الدول تقاريرها في 31 مايو. هل متاح لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم تقارير موازية لتقارير الدول وترسلها للأمانة العامة قبل 31 مايو؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. شكرا لمعاد للسلام. توضيح سريع، حينما نذكر تاريخ 31 مايو أيار نقصد أن هذا الموعد النهائي للدول الأطراف للاطلاع بواجباتها على صعيد الإبلاغ. لست متأكدة أن ذلك يجيب عن سؤالكم، ولكن الدول الأعضاء عليها أن تستوفي واجباتها بموجب هذا الموعد النهائي. أمل أنني قد أوضحت سؤالكم. إن لم يكن هذا الحال فنحن تحت تصرفكم للجواب عن أي أسئلة إضافية قد تراود أذهانكم. المتحدث التالي اليابان، وفد اليابان، الكلمة لكم. نود أن نعرب عن امتناننا للرئيسين بشراكة للفريق العامل المعني بشفافية الإبلاغ من هولندا وبنما، وكذلك أمانة المعاهدة على عملكم لإعداد مسودة المحينة لوثيقة الإرشادات الخاصة بالأسئلة والإجابات. واليابان تولي اهتماما كبيرا للشفافية في تجارة الأسلحة كما هو مشار إليه في المادة 13 من المعاهدة. فالإبلاغ من الواجبات الأساسية وأدوات مهمة لضمان الشفافية. واليابان قد استوفت واجباتها للإبلاغ منذ انضمامها إلى المعاهدة، وخلال سنوات الثلاث الماضية قدمنا تقاريرنا السنوية من خلال استخدام أدوات الإبلاغ على الإنترنت، وحيث نشاطر انشغالات حول مستوى المنخفض للامتثال بواجبات الإبلاغ، إلا أننا نفهم التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء لتقديم تقاريرها في حينها وبشكل صحيح. وبهذا الصدد فإن اليابان ترحب بمشروع الاتحاد الأوروبي المستمر لبناء القدرات وتقييم الدعم لنقاط الاتصال في المعاهدة بما في ذلك ما يقتضي باستيفاء شروط الإبلاغ. كما نشكر الأمانة على تنظيم اجتماع على الإنترنت فيما بين نقاط الاتصال الوطني يوم الاثنين المصادف 14 من فبراير شباط كجزء من مشروع الاتحاد الأوروبي. لقد كانت هذه فرصة سانحة لمشاطرة وفهم التحديات التي تواجه كل بلد أو كل دولة طرف في التزام بواجباتها بما في ذلك الإبلاغ. أما بالنسبة لإرشادات المحينة للأسئلة والأجوبة، نود أن نتقدم تعليقات تمهيدية حول القسم الثاني في الصفحة الرابعة. نحن نرى أن الفقرة ألف المادة 13 تتضمن نصوص إضافية، ولتجنب أي سوء فهم بما أن هذا ليس نص من المعاهدة، فإننا نعتقد أن هذا النص الإضافي لابد أن يكون في فقرة مستقلة أو في قسم مستقل. وأخيرا فإن الشفافية من الأهداف الأساسية المعاهدة، وتخدم لبناء الثقة فيما بين الدول وكذلك للنهوض
السلمي والاستقراري والأمني الإقليميين والدولي، ونشجع كل دول الأطراف لتقديم تقاريرها الأولية والسنوية في حينه. شكرا للسيدتين المشاركتين. الرئيس، شكرا لليابان، نشكركم بدورنا على التعليقات المحددة التي أديتم بها لفائدتنا حول هذه التعديلات والمقترحات. التعديلات المقترحة سوف ننظر فيها عن كثب ونأخذ في عين الاعتبار قبل عقد اجتماعنا التحضير المقبل. الكلمة الآن لجنوب إفريقيا. شكرا سيدتي الرئيسة بالشراكة. أود أن أهنئكما على الطريقة التي من خلالها تجريان هذا الاجتماع حتى الآن. انتظرت لحين وصولنا هذا البند من جدول الأعمال حتى أعود بسرعة إلى البند الأول. إن جنوب إفريقيا تأخرت في تقديم التقارير السنوية في السنتين الماضيتين، وهذا نتيجة لمناقشات داخلية حول مدى إكمال التقارير، وهذه الطريقة التي نريد من خلالها أن نعد الوثيقة النهائية. وهذا ليس للافتقار للإرادة السياسية أبداً. كما قلت، انتظرت لحين وصولنا إلى هذا البند من جدول أعمال، لأنني أو ربما تتذكرون أنه في المؤتمر 7 دول أطراف عانينا من صعوبة معينة بالنسبة لتعديل ما طرأ على التقرير في ذلك العام. ففي التقرير الخاص بفريق العامل ذكر أن الهدف من تعديل نماذج الإبلاغ هو التطرق إلى بعض الإخلالات والفجوات على صعيد الإبلاغ. إن التعديل المقترح لم يندرج في أي من هذه الفئات، وإنما كان مقترحا دخيلا وحساسا للغاية، أي الكشف عن تنكر أو الكشف عن بعض عمليات نقل، وهذا ليس معروضا للمناقشة العامة. فهذا قد يضر العلاقات الثنائية الأطراف بشكل خطير. وتقدمنا ببيان تفسيري تم إرفاقه بتقرير الصادر عن المؤتمر 7 لدول أطراف على موقع الرسمي للمعاهدة. ينبغي أن نتعامل مع هذه المسألة، أي تعديل النماذج، بمستوى أو درجة من توخي الحذر. فنحن نميل لعادة ابتكار العجلة كما يقال، ولكن تجربتي تفيد بأنها ذلك ليس مفيدا. لا أمانع أن أنظر فيما قدمته سيدة سارة من التعديلات على النماذج، لا بأس في ذلك، لكن لابد من توخي حذر شديد في طريقة معالجتنا للقضايا الجوهرية. إن العديد منا في هذه القاعة نتعامل مع المعاهدة لمكافحة الألغام، وعملنا مع نماذج منذ سنوات وعدلنا النموذج مرة بعد أخرى، فانتهى بنا المطاف أن نصل إلى إرشاد. لم يعد هناك نموذجا بل إرشاد أو إرشادات. فهل نريد أن نسوي هذه المشكلة نهائيا، أم أننا نريد أن ينتهي بنا المطاف كما كان على صعيد معاهدة مكافحة الألغام ويمكن تقديم ما نشاء؟ من
مستقطب أن ندخل تعديلات، لكن هذا ليس هدف وجودنا هنا. لابد أن نتوخى الحذر الشديد، فهناك عنصر في عملنا له علاقة بعالمية أو تحقيق عالمية معاهدة، وإذا كان يبدو لمن هو خارج معاهدة أننا نغير من الأهداف دوما، سوف يقولون أين أنتم متجهون بهذه المعاهدة؟ فالأمور بادية بشكل معقد وسنبقى خارج المعاهدة. أأمل أن مثل هذا التعليق يوضح موقفنا كجنوب إفريقيا إزاء هذا الموضوع. شكرا للسيدتين المشاركتين. الرئيسة، شكرا لجنوب إفريقيا. نحن أخذنا علما طيبا بموقف بلدكم حول مجمل عملية اعتماد نماذج الإبلاغ، ولإعطائكم المزيد من المعلومات، فإن هذه العملية هي عملية تمثل متابعة للقرارات المتخذة خلال آخر مؤتمر للدول الأطراف، وهذه المرة الأولى التي نطلق حوارا حول التغييرات التي تدخل على وثيقة الأسئلة والأجوبة. نحن في الموضع المناسب لنأتي بتعديلات جديدة أو أن نشير إلى أي شكوك، ولا بد من أخذ كل شيء في الحسبان لصالح الاجتماعات المقبلة لنرى كيف نريد من هذه الوثيقة أن تتطور، ونحن تحت تصرف الجميع لمواصلة هذا الحوار، وليس فقط في إطار هذا الفريق العام بل على صعيد ثنائي الأطراف. الكلمة الآن لوفد بلجيكا، تفضلوا. شكرا سيدتي الرئيسة، وأتمنى لكم كل النجاح كرئيسين بشراكة، فقد كنت في منصبكما وأعرف أنه منصب يصعب تحمل مسؤولياتي أحيانا. أما بالنسبة للتعديلات الخاصة بوثيقة الأسئلة والأجوبة، نحن نؤيد التعديلات وهذه الوثيقة بشكل عام، لكن من الضروري أن تكون الوثيقة منسجمة مع التعديلات، ونحن مقتنعون بضرورة تعديل نماذج الإبلاغ نفسها، وهذه عملية قد أكملت، لقد أنفقنا أو خصصنا 3 سنوات على هذا الموضوع وانتهينا من العمل، وليس لدينا أي نية لتغيير ذلك في السنوات القادمة. ربما على صعيد التقييم أو قد يكون هناك تقييما في المستقبل، لكن بالنسبة للسنوات القادمة نريد أن نعمل بناء على تلك النماذج التي أعددناها، لكن هذا لا يعني أن وثيقة الأسئلة والأجوبة لا بد أن تكون منسجمة، وبالتالي من الضروري مناقشة هذا الموضوع. النقطة الأخرى التي أردت الإدلاء بها، سنتقدم بها خطيا لأنها مسائل تقنية وإن كانت طفيفة، وهذا ما أشارت إليه زميلتنا من اليابان والتي حددناها بدورنا، وسوف نتصل بكم وبالأمانة خطيا. شكرا الرئيسة، شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن لوفد الصين، تفضلوا. شكرا. إن الصين تعد تقريرها السنوي الثالث حاليا، وتأخذ الصين علما أن النماذج الخاصة بالتقارير السنوية وبالمقارنة مع نماذج سجلات الأمم المتحدة أكثر تعقيدا،
أعتقد أنه لن يساعدنا تنسيق جهودنا لتقديم التقارير لأمانة المعاهدة لتكون منسجمة مع سجلات الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة. ثم نأخذ علما أنه في المؤتمر السابع دول الأطراف أن النموذج المعتمد يشمل ما إذا كان ينبغي توفير أو تقديم التقرير السنوي بشكل علني، هل ينبغي أن يكون متوفراً للدول الأعضاء أم أن يكون متوفراً للجمهور؟ ما زال ينبغي أن نحترم رغبة الدول الأعضاء. إضافة إلى ذلك، فإن الصين تعتقد أنه لتيسير عملية تقديم الدول الأعضاء لتقاريرها لابد أولاً من تعزيز الاتساق بين نماذج المعاهدة مع نماذج سجلات الأمم المتحدة، بحيث أن النماذج تيسر تقديم تقارير الدول الأعضاء. شكراً رئيسة، شكراً جزيلاً. الكلمة الآن لوفد الأرجنتين. شكراً جزيلاً سيدتي رئيسة المشاركة هذه المرة الأولى التي يتناول فيها وفد بلادي الكلمة، وبالتالي أود في هذا الفريق العام المعني بالشفافية والإبلاغ نود أن نهنئك وزميلتك كرئيستين مشاركتين لهذا الفريق العامل المهم، ونحن نمنحكم دعمنا الكامل. ونود أن نشكر السيدة باركر على عرضها لهذه الوثيقة الإرشادية الخاصة بالأسئلة والجواب. إن وفد بلادي يود أن يرحب بالتعديلات المختلفة الواردة في هذه الوثيقة، والتي نعتقد أنها ستساعدنا على تحسين الإبلاغ، ولا سيما حينما نأخذ في عين الاعتبار المستويات المنخفضة والمعدلات المنخفضة من الإبلاغ التي شهدناها في السنوات الماضية. نرى أن شفافية وتبادل المعلومات من القضايا الأساسية لبناء الثقة فيما بين دول، ومن هنا فإن بلدي قد احترم واجباته بناء على المادة 13.1 و13.3 من المعاهدة التي تشير إلى التقارير أو تسليم التقارير الأولية والسنوية في عينه. نأمل أن وثيقة الإرشادات هذه ستسمح بتحديد التحديات الرئيسية الخاصة بتنفيذ المعاهدة، وكذلك تحسين تبادل المعلومات والممارسات الفضلة بين الدول، وكذلك الدروس المستخلصة. إن وفد بلادي يود أن يشجع الميسرين بالشراكة ويقدم لهما الشكر. رئيس، شكرا. الكلمة لكنترول أرمز. طاب صباحكم سيدتي. نود أن نهنئ الميسرين المشاركين والأمانة، أمانة معاهدة، على كل الجهود المبذولة لدعم الدول الأطراف في تنفيذ واجباتها بالكامل على صعيد الإبلاغ. لدينا عدد من مراكز البيانات في المجتمع المدني التي تعد مصادر للمعلومات لتعزيز جهود التنفيذ وتحسين الشفافية الخاصة بتجارة الأسلحة، وبالتحديد فإن مرصد ATT يتعامل مع التحديات على صعيد الإبلاغ، لأن هناك تحصيل وجمع للمعلومات وتقييم للأنماط المختلفة الخاصة بالالتزام بواجبات الإبلاغ ومقارنة معايير مختلفة بناء على التقارير الوطنية و تقديم تحليلات قطرية حول الممارسات المختلفة التي وضعت على صعيد الإبلاغ، وكذلك تحديد المسارات والأنماط الخاصة بالصادرات والواردات للأسلحة التقليدية ومقارنتها مع
معايير معاهدات تجارة الأسلحة. كل دول الأطراف المختلفة يمكن أن تستشير التقارير السنوية التي نصيغها حتى تحصل على معلومات حول الواجبات الخاصة بالإبلاغ وتعرف على أمثلة الممارسات الفضلة وتوصيات محددة حول كيف يمكن دول الأطراف أن تتعامل مع هذه التحديات. على سبيل المثال في التقرير السنوي لعام 2021 فإن مرصد المعاهدة قد قيم السنوات الخمسة الأولى للتقارير الأولية وتأكد من احترام الواجبات ورأينا نمطا على صعيد الإبلاغ قد لا يحقق الشفافية على صعيد تجارة الأسلحة عالميا والتزام الدول الأطراف إزاء المعاهدة. نريد أن نشجع تلك الجهود المبذولة من قبل الميسرين ورئاسة الدورتين السادسة والسابعة لمؤتمر الأطراف وتقديم مساعدة لكل دول الأطراف التي لم تلتزم بواجباتها على صعيد الإبلاغ وكذلك هناك تذكير بضرورة الإبلاغ وهذه تعطينا فرصة حتى تزيل الدول الأطراف ما لها من شكوك حول طبيعة المساعدات التي يمكن الحصول عليها وقد تابعنا أمانة أو الخطاب الذي أرسله رئيس المؤتمر سبع دول الأطراف ونهنئ كل الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها الأولية والسنوية بناء على هذه الخطابات الفردية. شكرا جزيلا الرئيسة. شكرا جزيلا. لقد استنفذنا قائمة المتحدثين ولا نرى أي طلبات أخرى لأخذ الكلمة لا في القاعة ولا عن بعد أي افتراضيا. وباسم الميسرين بشركاء أود أن أشكركم جميعا على هذا الحوار المثمر وعلى معطياتكم القيمة بما في ذلك آخر المستجدات حول الجهود المختلفة المبذولة وكذلك الدعم الكبير المقدم للتعديلات المختلفة بما في ذلك المقترحات المحددة والتعليقات والتحفظات المدلى بها. لم نتسلم أي طلبات خاصة حتى الآن وإذا أردتم أن تطرحوا تعليقات محددة حول الوثائق ندعوكم لمشاطرة هذه التعليقات خطيا أو من خلال منصة تبادل المعلومات. سوف ننتهي من معالجة هذا البند وننتقل إلى البند الثالث الإبلاغ والقضايا الجوهرية ونرمي هنا إلى التعامل مع اثنين من بين المهام الأربعة في إطار هذا البند من جدول الأعمال والتعامل مع الموضوعين الأخرين في اجتماع تحضيري أخرى. نحن على دراية بأن الوقت يداهمنا وبالتالي سنعرض الموضوعين الواحد بعد الثاني ونطلب من المتحدثين أن يتناول الكلمة بشأن أي من الموضوعين. إن المؤتمر الخامس لدول الأطراف تدارس مظاهر مختلفة الخاصة بالعنف الجنساني في سياق المعاهدة وقرر المؤتمر الخامس لدول الأطراف أنه لزيادة فهمنا للتداعيات النزاعات المسلحة على المسائل الجنسانية دعونا كل رؤساء الأفرقة العامة لأخذ المسائل الجنسانية في عين الاعتبار في جلساتهم وهذا ما ورد في الفقرة 22 باء 1. وكذلك أن دول الأطراف وافقت على مراجعة واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال بشكل منتظم ورئيسان شراكة قد ذكر أن هذه المسألة غير مشمولة في ولايتنا وأن المعاهدة غير مجبورة لتقديم معلومات حول هذه القضايا بالتحديد وهذا يأتي بفضل الاهتمام المعرب عنه في الدورات السابقة لمؤتمر دول الأطراف لمواصلة التعامل مع هذه المسائل المحينة
وهذه طريقة لتشغيل القرارات المتخذة من قبل المؤتمر دول الأطراف في 2019. أخذنا علما بالتدابير المتخذة والتي تناولت المسائل الجنسانية في التقارير من خلال المعايير المخاطر على الصعيد الوطني وما يتعلق ببناء القدرات وغيرها من المعايير. دون أي تأخير أود أن أدعو السيدة أليسون من League for Women and Peace and Freedom حتى تخبرنا بعض الشيء عن طريقة مناقشة المسائل الجنسانية في إطار الشفافية في إطار المعاهدة. السيدة أليسون الكلمة لك. شكرا جزيلا. أود أن أشارككم ما لدي من عرض على الشاشة، يرجى الانتظار وهلة. لم أنجح في ذلك، إذن نواصل. أود أن أقول أنني سعيدة لوجودي فيما بينكم اليوم بشكل افتراضي، وأود أن أتقدم بالشكر إلى رئيستي هذا الفريق العامل اللتان دعتني لمشاركتكم معلومات من قبل منظمتي. اليوم سنركز على لماذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار البعد الجنساني في عملية الإبلاغ، ثم كيف يمكننا أن نحقق ذلك، وثالثا سأتحدث عن تجربة الإبلاغ عن البعد الجنساني في إطار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. إذن لماذا سنفكر في البعد الجنساني والإبلاغ وإعداد التقارير؟ المادة 7.4 هي حكم ملزم قانونا من المعاهدة وليس خياريا من عملية التقييم، والرغبة في منع العنف الواقع على البعد الجنساني غير واضح في نص المعاهدة. ولهذا من الأهمية بمكان أن نتذكر في مجتمع الحد من التسلح أن هذه المادة ينبغي أن تتماشى مع خطة السلم والأمن للمرأة، وأن غالبية الدول الأطراف في معاهدتنا قد أيدت تلك المعاهدة. علينا أن نرى كيف يتم تقييم العنف القائم على البعد الجنساني. أولاً هناك التقييم الذي يأتينا من تقارير حقوق الإنسان، ثانياً السياسات الوطنية والتشريعات التي تعمل في هذا المجال، ثم الحدود، هناك مشاكل بشأن الحدود الزمنية أو الإمكانيات التي قد تحول دون معرفة ما هي وسائل التعرف الأشمل على هذا الموضوع أو الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وإن الحديث عن هذا الموضوع سأقدمه بناء على خبرتي وتجربتي والتجارب المختلفة والورشات التدريبية التي عقدتها Control Arms، وكذلك البحوث الوطنية في البلدان المختلفة، وهذا بعد أن قرأت بياناتكم ومداخلاتكم والمنشورات المختلفة حول هذا الموضوع. إذن من قبل وولف فالأمر لا يتعلق بلماذا علينا أن نعد تقارير، هل هو من مقاصد ومن الالتزامات القانونية، ثم ما أثر تنفيذ هذا الجزء من المعاهدة. الجزء الثاني من لماذا هو أن هناك مشكلة تتصل بالتقصير في الإبلاغ عن العنف الجنساني في كافة أنحاء العالم، كما هناك نقص في المعلومات المفصلة على أساس الجنس أو النوع،
وبالطبع استكمال هذه لن تحل هذه المشكلة، ولكنها ستقربنا إلى الحل، تقدمنا المزيد من المعلومات، ستضعها في قمة جدول أعمالنا، ستحسن الشفافية وتقاسم المعلومات، وستوفر المعلومات للجهات المعنية. إذن كيف يمكننا أن نحقق هذا؟ هناك مجموعة من الأفكار و هناك تقارير حول الإبلاغ بموجب المادة 7.4 الملزمة قانونا ومواد أخرى في المجتمع الدولي. إذن هناك أفكار واحتمالات كلها تستفيد من النقاش والتطورات. اليوم سنبدأ فقط بتناول هذا الموضوع. نقطة البداية هي أن نرى نموذج الإبلاغ الطوعي لمعاهدة تجارة الأسلحة ونموذج التقارير الأولية في الجزء 3H، حيث هناك طلب لكافة الوكالات الوطنية لوصف المادة 7.4 والمادة 1.7B، وحتى وهناك أسئلة نعم أم لا، ولكن هناك تشجيع لتوفير مزيد من المعلومات إذا كان الرد بكلا. ما هي النقاط الإضافية التي يمكن أن تكون هامة؟ الدول الأطراف يمكنها أن تشرح ما هي الخطوات التي يمكن للأطراف أن يشملوها في عملية تقييم المخاطر، ما هي الموارد التي تنظرون فيها، ما هي التحديات التي تواجهكم، هل تشاركون العمل مع المستشارين أو هل تستشيرون الأخصائي في العنف الجنساني، وهل لقراراتكم أثر على الوضع بشكل عام. لقد ناقشنا هذا الموضوع في العديد من اجتماعات ATT، ومن واجبنا تحيين التقارير الحالية واستكمال التقارير التي لم تقدم. إذن اليوم أشجعكم على تحديث التقارير وتقديم التقارير المتأخرة والاستفادة من النموذج الذي سييسر هذا الإعداد. إذن نموذج الإبلاغ، تذكرون أنه في المؤتمر الخامس كانت هناك النسخة الأولى لهذه الورقة، والتي اقترحت أن يكون هناك سؤال حول العنف القائم على البعد الجنساني، ولم يحدث ذلك آنذاك. ذكر البعض أن وضع هذا الموضوع سيعقد النموذج، وبعد ذلك اقترح البعض أن يتم طرح السؤال بشكل مختلف، هل يتم منع نقل الأسلحة بسبب الانشغالات من حدوث المزيد من العنف الجنساني وكيفية منع ذلك. إذن حتى ولو لم يكن بالإمكان الإفصاح عن التفاصيل، فإننا نجد أن منع السماح بتحويل الأسلحة هام جدا للوقاية من العنف ضد البعد الجنساني، وبالطبع أيضا لحساسية المعلومات والتحليل من الأهمية بمكان توفير كافة المعلومات. وإن كان الشكل الحالي لن يفي بنطاق المعلومات التي ينبغي مشاركتها حول البعد الجنساني والعنف، فأرى من الأهمية بمكان أن نفكر في وضع ملحق قد يحتوي هذه المعلومات، أو الاستفادة من آليات غير رسمية مثل تقارير المجتمع المدني والصندوق الطوعي وغيرها من طرق الحوار غير الرسمي وتبادل المعلومات، بدلاً من الاقتصار على التقارير السنوية والاستفادة من نتائج المؤتمر الخامس التي لم تركز على 7.4. أعتذر لأن العرض الذي كنت قد أعددته قد فشل،
ولكنني سأضع على الموقع معلومات أخذناها من التقرير الخاص بالمؤتمر حول السياسات والممارسات التي ستؤدي إلى مزيد من التوازن بين الجنسين وتشجيع البحوث الأساسية التي ستحسن من اتخاذ قرارات على أساس النوع بالنسبة لمنع أو السماح بالشحنات وتشجيع الدول الأطراف توفير المعلومات حول الممارسات الوطنية في تقييم أخطار البعد الجنساني والاستدابة إلى هذه الأسئلة في النموذج الخاص بالتقرير الأولي والتقرير السنوي. ثم هناك إشارات لبناء أو ضخ الاعتبارات الخاصة بالنوع في التقارير وفي الأسئلة المطروحة والتحديات التي يواجهونها إلى ما إلى ذلك. إذن تلخيصاً، أود أن أشارككم تجربتي حول إعداد التقارير بالنسبة للبعد الجنساني في إطار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهو صك من اتفاقية الحد من التسلح، وهذه قد تقودنا إلى من يقوم بجمع المعلومات ومن يقوم بإعداد التقارير. التقارير تعد مرة كل عامين، والنموذج الطوعي لم يعتمد بنفس العملية التفاوضية التي دارت هنا في المعاهدة، ويمكن أن يتم تنفيذه على أساس الأخذ بعين الاعتبار نتائج المؤتمرات الستة الماضية. في الوقت الحالي الفصل 10 من النموذج يطرح سؤالان. السؤال الأول: هل تأخذ الدولة بعين الاعتبار الاعتبارات الخاصة بالنوع؟ وبعد ذلك هناك سؤال متابعة: ما هي الاعتبارات التي تأخذونها بعين الاعتبار؟ وهنا نجد النتائج في الوثيقة الختامية للمؤتمر السادس، وهي أيضا واردة في اتفاق التوافقي الذي توصلت إليه الدول الأعضاء، كما أنها تؤثر على البيانات المفصلة. والسؤال الأخير هو: هل من ملاحظات إضافية؟ لقد شاركت وتعاونت في عام 2020 من أجل التعمق في تحليل التقارير، وسأقدم تعقيبا على ذلك على الإنترنت. أريد فقط أن أشارككم الاستنتاجات التي قد توصلنا إليها والتي قد تكون مفيدة لنا في مجتمع تجارة معاهدة تجارة الأسلحة من أجل إعداد التقارير. مثلاً في عدد كبير من الدول الأعضاء تستجيب لهذه المصفوفة، ف 46% من إجمالي العضوية، من بينهم حوالي 61.8% قالوا أنهم يأخذون الاعتبارات الجنسانية بعين الاعتبار، 10% قالوا أنهم لا يفعلون ذلك، و 28% لم يردوا بتاتاً. وفي التقارير التي عكفنا على دراستها 21 قالوا أنهم سيجمعون بيانات متعلقة بالأمر، و42 لم ترد، ونسبة قليلة قالت لا. إذن هذه النتائج تشير إلى أن هناك نقص في المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الجزء من التقرير، وكذلك أن الدول الأعضاء لم تستجب لهذا الجانب بتاتاً، انطلاقاً مما دار في البيانات حول تحديات الإبلاغ وانخفاض الإبلاغ وإعداد التقارير. علينا أن نفكر في تقديم أكبر قدر ممكن
من النصح والعون للذين يريدون إعداد التقارير في إطار معاهدة تجارة الأسلحة لكي تكون ليست لمحة أو للمساعدة ولكن كواجب أساسي. إذن سأتوقف عند هذا الحد وأقول لكم مرة أخرى ما هذه المحاضرة إلا الخطوة الأولى في حوار سيستمر. شكرا لأليسون على هذا العرض الإيجابي والمثري، وأمل أن تكون الدول قد استفادت من هذه الأفكار. لنتفهم النهج المختلفة التي يمكن أن يتم اعتمادها عند التقرير عن العنف الخاص بالنوع الجنس في التقارير. إذن البند التالي من جدول أعمالنا هو بند يسمح للأطراف بتبادل قضايا أساسية تتعلق بالتزامات الإبلاغ التي تنجم عن هذا البند من جدول الأعمال. إذن في تقريرنا في مقدمة التقرير دعا الرئيس كافة الأعضاء أن يقدموا بإرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيستين المشاركتين أو عبر المشاركة على موقع الإنترنت أن يبعثوا بأية أفكار يودون مناقشتها أثناء هذه الدورة التي ستعقد في أغسطس CSP8. حتى الآن لم تصلنا أي اقتراحات. نشجعكم مرة أخرى على تقاسم أو مشاطرتنا أفكاركم إما هنا وإما عبر الرسائل الإلكترونية، ونود أن نستفيد من هذه الأفكار لتبادل المعلومات حول تحديات تقديم القرارات التقارير الأولية والسنوية. نعود إلى دورة المؤتمر السابع، وتقرير تلك الدورة رأى أنه من الأهمية بما كان أن نتفهم القيود والتحديات وظروف بعض التقارير، فهناك بعض بلدان لا تريد أن تجعل من تقاريرها تقاريرا علنية، ونحن نتفهم هذا، ولكن البعض الآخر يسر هذه التقارير للجميع. ونطلب من الدول إذا ما التي أرادت أن تغير قرارها وأن تجعل تقاريرها علنيا أن تقوم بإخبار الأمانة. هناك ميل إلى بعض الدول الأطراف لا تقدم تقاريرها إلا إلى معاهدات أخرى، وهناك ميل إلى التراجع في معدل التقارير المقدمة للمعاهدة، وهذا يقلل من إمكانية الحصول على التعاون التقني. الآن أود أن أعطيكم الكلمة لكي نستمع إلى آرائكم وأفكاركم بشأن العنف القائم على البعد الجنساني. أما بالنسبة للذين يبذلون جهداً من أجل إدراج معلومات في تقاريرهم حول البعد العنف القائم على البعد الجنساني، أشجعكم أن تتناولوا الكلمة. Thank you, Madam Chair, for giving Nigeria the floor. Nigeria. شكرا سيدتي الرئيسة على إعطائنا الكلمة. هذه هي المرة الأولى التي نتناول فيها الكلمة، إذن اسمح لي أن أتقدم بتهنئتك الرئيستين بمناسبة ترأسهما لهذا الاجتماع. يود وفد بلادي التقدم ببعض الملاحظات بصفتنا الوطنية حول الشفافية أو شفافية الإبلاغ، فأرجو ألا تنقطع مداخلتي لأن هناك بعض الصعوبات التقنية، ولكن قبل ذلك نود أن نعرب عن موافقتنا على التعديلات التي تم
تدويرها وتوزيعها علينا، ونعتبر أن الشفافية عنصر أساسي وأحد أساليب تقييم إيفاء الدول بالتزامات الإبلاغ الواقع عليها بموجب المعاهدة. ولهذا فإن نيجيريا قدمت تقرير الصادرات والواردات لعام 2021 بالرغم من أننا طلبنا تمديد المهلة لعام 21. يود وفد بلادي أن يعيد تأكيد على دعمه للمعاهدة وضرورة الامتثال لسياسات ومتطلبات الإبلاغ. ونشكركم على الوثيقة الجديدة التي سترشد المزيد من الدول في الإيفاء بمتطلبات الإبلاغ. الكلمة لفلسطين، تفضلي. تود دولة فلسطين أن تتقدم بشكرها وامتنانها إلى الرئيستين المشاركتين من هولندا وبنما، ونشكر الأمانة على إعداد هذا الحوار البناء. بالنسبة لمسائل الشفافية ومقتضيات الإبلاغ، إننا في فلسطين نعتبر أن التقارير السنوية هي أحد أساليب بناء الثقة والشفافية، وأن هذه التقارير ينبغي أن تبنى على بيانات دقيقة وشاملة وتفادي الثغرات. إذن إن أي تقرير لا يذكر البلدان المصدرة بشكل دقيق لن يكون قادرا على الإيفاء بمطالبات الامتثال. نشكر ممثلة فلسطين. أرى أن هناك الأرجنتين تطلب الكلمة، تفضلوا. شكرا سيدتي الرئيسة. إن وفد بلادي يود أن يتقدم بالشكر إلى وولف على الشروحات المفصلة التي قدمت. إن موضوع البعد الجنساني أساسي بالنسبة لنا في المكسيك، ولقد برهنا عن هذا في مواقفنا المختلفة في المنتديات العالمية. علينا أن نعمل على وضع المؤشرات الخاصة بمكافحة العنف القائم على البعد الجنساني، وعلينا أن ننشر المعلومات الوطنية في تاريخ لن يتجاوز 31 من مايو أيار، بما في ذلك متطلبات المادة 13. هذا مطلب يتطلب منا أن نقرر إن كنا سنضمن المزيد من الفئات الطوعية. إن الأرجنتين على استعداد مشاركة الدول والأطراف المهتمة الأخرى المزيد من المعلومات حول التقرير السنوي الموجود لدينا حول استخدام الأسلحة النارية وحول معدل قتل المرأة أو الأنثى في بلادنا. نشكر الرئيستين ونشكر رئيسة الولف لما تقدمه من دعم لمقاومة العنف ضد المرأة، ليس فقط بالنسبة لمعاهدة تجارة الأسلحة ولكن لكافة منتديات نزع السلاح. شكرا للأرجنتين. إننا نقدر حق المقدرة رغبتك في تقاسم المعلومات مع مجتمع الباحثين. الكلمة لكنترول أرمز. السيدتان الرئيستان، إننا نقدر عمل فريق العمل حول الشفافية والإبلاغ الخاص بالبعد الجنساني تمشيا مع التزامات الدول الأطراف في CSP5، وهو تضمين البعد الإنساني في عملنا. ونريد لهذا الفريق العامل أن يتصدى لهذا الموضوع بكل جد وبتفاصيله. ونتود أن نتقدم بالشكر إلى وولف ولرئيسته على العرض الهام الذي قدمته اليوم.
إن كنترول أرمز تؤيد مفهوم إدراج جوانب البعد الجنساني في نموذج الامتثال، وتشجع الدول الأطراف على إدراج مثل هذه المعلومات حتى ولو لم تكن قد طلبت رسمياً في النموذج، والعمل على الإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول في CSP5. وإن Control Arms بدعم من كندا وولف تقوم حالياً ببلورة منهجية لرصد تقدم نتائج المؤتمر الخامس والدول الأطراف فرادة وجماعة. وفي الأشهر المقبلة سنتعاون مع مجموعة من الدول الأطراف للتعقيب على المنهجية المقترحة من أجل تحديد النتائج في أغسطس المقبل. نتطلع إلى التعاون مع الجميع، ونود أن ندرج في هذا المشروع ما لدينا من معلومات، ونشكركم على مشاركتكم لخبرتكم. شكراً. أعتقد أننا قد انتهينا من قائمة المتحدثين. هل من طلب آخر في قاعة المجتمع الدولي أو الافتراضي؟ نشكر كافة الذين تناولوا الكلمة، وأن نشكر الذين تقدموا بعروض ومحاضرات. أنا والرئيسة المشاركة سنفكر وسنرى كيفية متابعة هذا الموضوع، كما ندعوكم لمواصلة مناقشة هذا الموضوع لتضمينه التفاصيل الخاصة بالبعد الجنساني لا سيما في تقاريركم. بهذا ننتهي من هذا البند وننتقل إلى البند الرابع، وهو الاتفاقات المؤسسية لتبادل المعلومات. البند الأول هو إمكانية تقاسم الآليات أو الإجراءات أو الصيغ الهيكلية التي تسمح بتبادل المعلومات التي إما تشجعها المعاهدة أو لا تشجع عليها. شكراً. الذين طلبوا الوصول إلى المعلومات عددهم محدود، وبالتالي فإن الرئيستين المشاركتين تشجع الجميع التسجل على الإنترنت حتى يتمكنوا من الولوج إلى هذه الصفحات من موقع معاهدة تجارة الأسلحة. كما نذكر أنه قد تم تبادل للمعلومات على هذه البوابة من الإنترنت، وهذه أحد المستويات المستوى الثلاثي الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في مؤتمر الأطراف الخامس، كما نوقش هذا في فريق العمل المعني بتنفيذ المعاهدة وفي فريق عمل مقاومة أو مكافحة تحويل الوجهة، وكذلك في المؤتمر السادس. إذن نحن نرحب بأي اقتراحات قد تكون لديكم، ونرجوكم إرسال ما لديكم من ملاحظات بالبريد الإلكتروني أو بكتابة ذلك على بوابة الموقع. حتى هذه الساعة لم نحصل على أي اقتراحات أو لم نستلم أي اقتراحات كتابة من قبلكم. بالنسبة للهيكل الثلاثي لتبادل المعلومات وتقاسمها، أدعو نيل المسؤول عن تبادل المعلومات الخاص بتحويل الوجهة، وأعطي الكلمة إلى توم إذن لكي يقدم لنا ما لديه من معلومات. شكراً سيدتي الرئيسة المشاركة، أشكرك على إعطائي الكلمة لكي أحيينكم أو لكي أقدم لكم ما لدينا من معلومات جديدة حول هذا الموضوع. في هذا الوقت لست متيقناً
أننا سنعقد الاجتماع الافتتاحي لمنتدى تحويل الوجهة، لأنني لا أدرك ذلك، أشعر وكأنني غير قادر على الجلوس أمامك هنا وأقدم المعلومات المطلوبة، لكن الواقع هو أننا نظرنا في هذه المعلومات وقلنا أن هذا الاجتماع كنا نود أن يتم بحضور الأشخاص بدنيا في هذا الاجتماع إذن وكبار المسؤولين، وبالتالي سننتظر كيف ستتطور الأمور وهل ستكون هناك مشاركة عريضة من قبل العديدين في هذا الاجتماع الشخصي. إذن من الواقعي أن يحدون الأمل في أن نتمكن من عقد هذا الاجتماع الأول لمنتدى المعلومات الخاصة بتحويل الوجهة، وسنسعى إلى تنظيمه وبدعم من بعض الدول الأطراف. ففي اجتماع الأمس كان هناك ذكر لفائدة عقد مثل هذا المنتدى، وكانت هناك إشارة إلى أن بعض الدول الأطراف تفكر في تقديم معلومات لديها أثناء هذا المنتدى، أي مشاطرة هذا المعلومات، ويحدون الأمل في أن نعقد هذا المنتدى على هامش المؤتمر الثامن، ونشجع كافة الدول الأطراف أن تكون مستعدة للمشاركة في هذا المنتدى في وقت انعقاد مؤتمر الدول الأطراف الثامن. هذا ما لدي من معلومات الآن. شكراً. شكراً لتوم على هذا التحيين. نعم بالفعل إننا نعتمد إلى حد كبير على التطور الجائحة، ويحدون الأمل في اختفائها وأن نتمكن من الالتقاء وجها لوجه، وهذا ما تصب إليه كافة الوفود. أعطي الكلمة الآن لمن يرغب في تناول الكلمة. No hay solicitud de la palabra para este punto de la agenda. لا يبدو أن هي طلبات بالنسبة لهذا البند من جدول الأعمال. عفوا بلجيكا لم أركم. بلجيكا كلمة لكم. آسف. شكرا. أردت فقط أن أتحدث قليلا عن بوابة تبادل المعلومات التي لم تنطلق في الاستخدام الكامل بعد. وأتذكر بهذا الصدد في العام الماضي ناقشنا هذا الأمر بعض الشيء، وكذلك مع الميسرين في فريق العامل المعني بالتنفيذ، ولكن هل يمكن لهذه البوابة تكون مفيدة للميسرين ورؤساء بشراكة لإعداد اجتماعات الأفريق العاملة وكذلك لتبادل المعلومات فيما بين الدورات؟ ويبدو أن هذه فكرة يصعب ترجمتها إلى أرض الواقع، وربما ينبغي أن نفكر لماذا، وهل يمكن إدخال أي تغييرات على البوابة لتيسير مثل هذا التبادل؟ في الرأي هذه من هذه ربما يمكن من المسائل التي يمكن أن نناقشها في اجتماعاتنا في أبريل نيسان المقبل. شكرا رئيس. شكرا. لا أعتقد أن هناك أي طلبات أخرى على منصة الزوم. أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم لهذا البند، وبهذا ننتهي من هذا البند في جدول الأعمال، وأود إعادة الكلمة إلى زميلة الرئيس المشاركة كي تهتم بآخر بنود جدول عملنا. شكرا لك يا روزال.
البند الأخير معني بالإبلاغ والشف أو وظائف الإبلاغ والشفافية وعلى غرار البنود السابقة في جدول أعمال وكسبا للوقت سوف نتعامل مع الوظيفتين بشكل آن ونطلب بعد ذلك من المشاركين تناول كلمة وفي إطار البند الخامس مهمة متكررة فهناك فرصة دول الأعضاء أن تتعامل مع أي مشاكل تشهدها من خلال منصة تبادل المعلومات أو استخدام أدوات الإبلاغ على الإنترنت كله كلاهما في الموقع المقيد من موقع رسمي للمعاهدة. أما بالنسبة لمنصة تبادل المعلومات فإن الرئيسين بشراكة يأخذان علما كما ذكر مندوب بلجيكا أيضا أن استخدام ذلك متواضع وفي سنتين الأولى والثانية وما عدا رئيسين بشراكة فدولة طرف واحد استخدمت هذه البوابة وهذه المنصة لتبادل معلومات تشجع دول الأطراف الأخرى لتتبع هذا المثال. وآخر مهمة في جدول عملنا هي قاعدة بيانات البحث عن معلومات سوف نتابع على المناقشات الخاصة بقاعدة بيانات البحث عن معلومات مما يسمح باستخلاص وتحليل البيانات في القرار السنوي المعاهدة. هذا النهج قد حظي بتوافق في الرأي الفريق عامل 2018 رئيس المشاركة مهتمان بالمضي قدما بهذه الفكرة وإن كنا نقر بأن إعداد قاعدة بيانات يقتضي نهج بعيد الأمد مع مراعاة دقيقة لتوقعات أصحاب الشأن وكذلك تكاليف والنفقات في الاستثمار في مثل هذه الأداة. ونذكر أنه خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر سبع دول الأطراف أن أمانة المعاهدة قدمت وثيقة خلفية مع أسئلة ترمي إلى التيقن ما يتوقعه أصحاب الشأن من قاعدة بيانات وهذه الوثيقة مشمولة في الملحق الثالث من الوثيقة التمهيدية لاجتماع أبريل نيسان العام الماضي. ومن المهم أن نحصل على المعايير والسمات الراغبة في هذه الأدوات وذلك للحصول على تقييمات الكلف والمضي قدما بالمناقشات. وكذلك من المهم أن نعد رؤية مشتركة لقاعدة بيانات حتى لا يفاجأ أحد أو يخاب ظنه بالنتائج. حتى الآن كانت هناك أجوبة محدودة للوثيقة وحتى نعزز المشاركة ونفكر في هذا الموضوع فإن الرئيسين بالمشاركة قد دعايا منظمة لتقديم قاعدة بيانات التي أنشئت في 2020 وذلك لتنوير المناقشات بأمثلة حية عن قاعدة بيانات البحث عن المعلومات العالمية. الفكرة أننا لا نستنسخ هذا النموذج، هذا غير ممكن. الفكرة هي أن نقدم أفكارا ومصدر إلهام لإمكانيات والقيود الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات للبحث عن المعلومات في سياق المعاهدة وبالتالي مضي قدما المناقشة. ودون تأخير أود أن أدعو السيد أرن ناغان من الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي أن يقدم لنا عرضا ونستسمحكم صبرا لأن على سيد ناغان أن يعد عرضه. اوه ثانك يو سعودي. انتبهت هذا الحيوان الرئيس شو السرعه. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا للرئيستين بالشراكه والفرصه للترويج لقاعده البيانات على الانترنت. يسرنا طبعا ان نتحدث الى الدول اطراف المعاهده ومنظمات المجتمع المدني الحاضرة في القاعة في جنيف والمشاركين عن بعد. قبل أن نخوض في قاعدة البيانات نفسها وعلى سبيل التقدمة دعوني أتحدث قليلا عن كوارم لزيادة وعي الحاضرين حول ولايتنا. نؤكد مجدداً بعض النقاط حول الأهمية التي نراها من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي إزاء الشفافية ونفسر كيف تمت الأمور على صعيد الشفافية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي حتى إطلاق قاعدة البيانات في 2020. ثم سأبين لكم في شرائح معدودة بعض الأمثلة عن قاعدة البيانات وما تجدونه فيها. كوارم هو فريق عام المجلس الخاص باتحاد أوروبي المعني بالأسلحة تحكم بصادرات الأسلحة التقليدية وتشمل الدول الأعضاء 27. أنا أترأس هذه اللجنة التي تجتمع مرة في الشهر في مدينة بروكسل
وترمي إلى تنفيذ المواقف المشتركة الخاصة بالتحكم بصادرات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، وهذا ملزم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والموقف المشترك هو أو يتضمن عدد من واجبات الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراء تقييمات حول طلبات الحصول على ترخيص بناء على 8 معايير تمثل جزءا من الموقف المشترك، وهذه المعايير مماثلة للمادتين 6 و7 المعدة تجارة الأسلحة، وربما تتجاوزها بعض الشيء. وجزء من الواجبات بموجب الموقف المشترك لصادرات الأسلحة التقليدية في الاتحاد الأوروبي هي تسليم تقرير عن صادرات الأسلحة التقليدية في الاتحاد الأوروبي التي تشمل التراخيص الصادرة من قبل كل دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. هناك ما أريد أن أذكره بالنسبة للموقف المشترك وولاية كوارم هو أننا فيما بين دول ليست هناك أو هناك واجب لمشاركة معلومات فيما بين دول الأعضاء حول الإنكار، أو وهذا بناء على قاعدة بيانات مغلوقة كانت موجودة قبل النظام العلني لقاعدة البيانات. On the general importance of transparency in arms trade, as we also mentioned in our statement earlier today, for the لا بد من ضمان المساءلة للقرارات المتخذة من قبل السلطات الوطنية حول ترخيص أو منح تراخيص صادرات الأسلحة ومنع الفساد. فكلما كانت هناك شفافية في تجارة الأسلحة، كلما كان هناك مخاطر أقل على صعيد الفساد. وثم مسألة التدقيق والذي يستفيد من الشفافية. ثم أخيرا موضوع بناء الثقة بين الدول، فكلما كنا شفافين في تجارتنا الأسلحة كلما قلت المخاطر على صعيد تجارة الأسلحة، وبالتالي نرى أن هذه من التدابير الرامية إلى بناء الثقة. الوضع كما كان عليه حتى إطلاق قاعدة بيانات كور آرم كان كما يلي. هذه صفحة واحدة لتقرير صادرات الأسلحة للاتحاد الأوروبي والتي نشرناها خلال 22 سنة الماضية بشكل مكتوب، ويمكنني أن أخبركم بأن 500 صفحة إجمالا تمثل كتلة من الصفحات يمكن وتمثل سلاحا، لأنه يمكن قتل شخص بهذه الكمية من الأوراق ثم لا يمكن قراءتها وفهمها. وفي 2019 حينما تم مراجعة موقف مشترك حول صادرات الأسلحة، فالدول الأعضاء وافقت على تحويل هذا التقرير السنوي المكتوب إلى قاعدة بيانات يمكن استخدامها بشكل ودي، بشكل علني وبشكل ذكي. وهذا ما قمنا به، وأعتقد وصلنا إلى هذا النظام الذي أسمح بغربلة معلومات وتحليل معلومات ورؤية المعلومات المتضمنة في قاعدة بيانات. وبإيجاز سأمر بكم بعض الصور الملتقطة من قاعدة البيانات، ويمكن أن تتعرفوا على قاعدة البيانات بأنفسكم. كل الأرقام التي ترونها هنا تخص عام 2020، أي آخر نسخة من القاعدة البيانات، ونحن بصدد جمع البيانات من الدول الأعضاء بالنسبة لعام 2021، ولكن هذا التقرير ربما سيصدر في نهاية الصيف. إذن ما هو مشمول في قاعدة بيانات؟ ترون الرموز في على الشاشة. لدينا مقدمة موجزة، البدء، ملاحظات تفسيرية، ثم قاعدة بيانات نفسها التي تتضمن رؤية شاملة سنوية للتراخيص التي منحت، ورؤية أكثر تفصيلا لهذه التراخيص التي منحت وفقا للمناطق الجغرافية، ثم رسوم بيانية
مع مواعيد زمنية وصفحة خاصة برفضي. هذه البيانات تقدم من الدول الأعضاء نفسها، فالدول هي التي أو من صلاحياتها واختصاصها منح التراخيص، فهذه من الاختصاص الوطني، أي تحكم بصادرات الأسلحة. وكل ما نقوم به نحن هو أن نجمع هذه البيانات ونحولها إلى شيء يمكن هضمه من قبل الجميع. من الواضح أن المستجدات تطرأ مرة في السنة، فذلك هو الوقت الذي ننشر فيه التقرير السنوي الجديد. يمكن أن ننظر إلى الدول التي أصدرت التراخيص، وهذا لا أيوة لابد أن تكون إحدى الدول 27، ثم دول المقصد التي إما أن تكون دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو أي دولة في ربوع العالم، ثم يمكن قيام بانتقاء وفقا للأقاليم ووفقا لأصناف القوائم العسكرية. وهنا لابد أن أفسر بإيجاز بأن قائمة المشتركة العسكرية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي عند إصدار تراخيص هذه تشتمل على 22 صنفا، وتشتمل على أكثر من الأقسام الفرعية في 7 فئات المستخدمة في إطار المعاهدة. وقاعدة بيانات هذه تشتمل على المزيد من المعلومات عما تجدونه في التقارير الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي المقدمة لمعاهدة تجارة الأسلحة. هذه صورة موجزة عن التراخيص من النمسا وبلجيكا، مأخوذة بشكل عشوائي، ليس هناك أي تفضيل، حيث تجدون عدد التراخيص التي منحت في 2020 و2019 و2018، عدد التراخيص، قيمة هذه التراخيص، وقيمة الصادرات إن توفرت هذه. وهنا لدينا مجموعة وفقا لبلدان المقصد، وترون التراخيص الأوروبية للصادرات لأمريكا اللاتينية والكاريبية وأمريكا الوسطى ووسط آسيا، وكل البيانات متوفرة والتي تضاف بشكل تلقائي. هنا وفقا لبلدان المقصد نرى تراخيص لأفغانستان وألبانيا. يصعب قراءة النص على شاشة من مثل هذا النوع. وبلدان أخذ بشكل عشوائي، عدد تراخيص الصادرات، قيمتها، قيمة هذه التراخيص، وقيمة الصادرات نفسها. وطبعا لو جمعنا صادرات كل الدول الأعضاء، ويمكن البحث عن التراخيص النمساوية لأفغانستان فقط، وستجدون ما صدرته هذه الدولة العضو لأفغانستان. يمكن انتقاء وفقا للفئة العسكرية، أو حيث يتم تفسير هذه القوائم العسكرية وما تشتمل عليه، سواء كانت ذخائر أو ما يتعلق بالملاحة الجوية أو المركبات مصفحة. هذه طريقة أخرى لعرض نفس المعلومات أمر بها مرور الكرام. هنا ترون الأعداد خاصة ب 2020 عموما أو إجمالا لكل دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تم منح 30,000 ترخيص لقيمة تمثل 166 مليارا، ولكن الصادرات أقل لأن بعض الدول الأعضاء تضخم من قيمة تراخيصها، وبالتالي هناك اختلاف بين هذه الأرقام. ثم لدينا هذه السمة الجميلة، وحيث نرى خريطة العالم، ولسبب ما لم ننتقي هنا إلا إفريقيا، ولكنكم تجدون العالم برمته، ويمكن بالفأرة فأرة التكنولوجيا أن تختاروا البلد أو الإقليم وأن تنظروا ما وصل إلى ذلك البلاد أو ذلك الإقليم من أسلحة من أي دولة عضو في اتحاد أوروبا. لدينا رسوم بيانية تبين عدد تراخيص الصادرات التي تم إصدارها وقيمة هذه التراخيص، فترون أن أكبر عدد من التراخيص صدرت من الولايات المتحدة. المستفيد الأول لصادرات الأسلحة الأوروبية. وهنا ترون مهلة زمالية من 2013
السنة الأولى التي توفرت البيانات الخاصة بصادرات الأسلحة ولغاية 2020. حالات الرفض ذكرتها وتفصيل معلومات وفقا للمعايير التي تم اللجوء إليها لرفض منح التراخيص، لكن لا يمكن أن نعرف من رفض منح التراخيص. هذه بيانات سرية، لن تجدون معلومات عن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رفضت تسليم أو منح التراخيص. إذن طبعا لن تتمكنوا من استنساخ العنوان أو الوصلة، لكنكم ستجدون قاعدة بيان من خلال الذهاب إلى موقع رسمي لمنظمتنا، وستصلون هذه الصفحة الرئيسية وتجدون معلومات حول تحكم بصادرات الأسلحة، وستجدون هذا الجزء من الموقع الرسمي والذي يشمل وصلة إلى قاعدة البيانات البحث عن المعلومات. ما زلنا نحاول أن نجعل هذا العمل أسهل للاستخدام. قبل أن أختتم حديثي أريد أن أقدم لكم تفسيرا إضافيا من جانبي، ولأنني أعرف أنه في سياق المعاهدة تتدارسون ما هي النفقات والكلف المترتبة على ذلك وما هي الجهود اللازمة بذلها. ويمكن أن أخبركم بأننا كنا بحاجة إلى 5 أشهر لبناء قاعدة بيانات. الكلفة كانت تحوم حول 60,000 يورو، ولكن لابد أن أضيف إلى ذلك لأنه كان لدينا الجزء السري من نظام كوارم، والدول الأعضاء فقط كانت يمكن أن تنفذ إلى ذلك النظام، بمعنى أن الدول الأعضاء كانت قد ضخت الكثير من المعلومات التي نستخدمها في الجزء العلني من قاعدة البيانات كان في السنوات الماضية، وكل البنى التحتية هذه الخاصة بجمع المعلومات الخاصة بالدول الأعضاء لإعداد تقرير السنوي لصادرات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي كان موجوداً، فجزء من قاعدة البيانات كان يمكن إعداده بسهولة بناء على النظام المغلق الذي كان موجوداً أصلاً. سأتوقف عند هذا الحد وأترك لكم مجال التداول، وسيسرني أن أجيب عن أي أسئلة قد تطرح في هذا المضمار. شكرا جزيلا على هذا العرض المفيد حول قاعدة بيانات البحث عن المعلومات عن صادرات الأسلحة. أمل أن تبقوا معنا للجواب عن أي أسئلة قد تطرح. ثم أشير إلى أن العرض هذا سيكون منشورا على موقع رسمي للمعاهدة. من الجيد نرى أن الاتحاد الأوروبي قد انتقل من التقارير الورقية إلى قاعدة بيانات على الإنترنت، ونأمل أن ذلك العرض سيساعد مشاركين على إمكانية إنشاء قاعدة بيانات في سياق المعاهدة. نقر أن بعض الوفود قد أخذت الكلمة حول هذا الموضوع، لكن نريد أن نشكرها على معطياتها، ونريد أن نفتح الباب الآن لأي مشاركين آخرين لطرح الأسئلة أو للتعليق. في غضون ذلك ربما يمكن أن أسأل أطرح أسئلة تقنية إذا سمحتم. سؤالان في سياق المعاهدة. هناك تنوع في الإبلاغ، فبعض البلدان ترفع تقارير عن قيمة البضائع أو كمية بضائع، هل هذا ما تواجهونه أيضا في الاتحاد الأوروبي؟ وسؤال الثاني، هل تواجهون مشكلة على صعيد الإبلاغ السري أي غير المكشف عنه للجمهور؟ شكرا سيدتي رئيس المشاركة على السؤالين. لتوخي الإجاز الجواب نعم لا أو كلا على جوابين. ليس لدينا تنوع عن في الإبلاغ، لأن نظام كوارم على الإنترنت المستخدم من قبل كل الدول الأعضاء هو نظام واحد، وتعودت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدامه، وحيث يتم احترام نموذج ما، بحيث هذا
يؤدي إلى جمع المعلومات من الدول الأعضاء، عملية سهلة. أما في سياق المعاهدة ستحتاجون إلى اتفاق عن طبيعة المعلومات والبيانات التي تريدونها من كل دولة طرف، وإلا إذا جاءت المعلومات تذهب في كل اتجاه سيكون من الصعب الجمع بين هذه البيانات والمعلومات. ونحن لا نواجه هذه المشكلة وإن كانت بعض الدول الأعضاء لها فئة أو فئتين من المعلومات لا ترفع تقارير بشأنهما، لكن عموما لدينا صورة كاملة عن كل الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لسرية المعلومات، لا، هذه من الواجبات القانونية وفقا للموقف المشترك لكل دولة عضو أن تكون لديها تقرير سنوي عن صادرات الأسلحة ومعطيات للتقرير المشترك للاتحاد الأوروبي، وهذا التقرير لابد أن يكون متوفرا علنا، فهذا هو الهدف من وراء هذا التقرير. فلو كان للدول الأعضاء فقط والمسؤولين عن منح التراخيص، حينئذ لن نحتاج إلى مثل هذا النظام، ويمكن لل 27 شخصا معنيا التعامل مع المعلومات. لكن الهدف هو أن يتمكن البرلمانيون والمنظمات غير الحكومية والجمهور أن ينفذوا جميعهم إلى هذه المعلومات أيضا، وحتى نضمن أن هناك دعما عاما للقرارات الصعبة التي تتخذ أحيانا حول صادرات الأسلحة. شكرا مرة أخرى. أبحث لأرى ما إذا كانت هناك وفود راغبة في أخذ الكلمة أو على الخط، وبالتالي يمكن أو أرى بلجيكا تطلب الكلمة. تفضلوا. شكرا سيدتي، شكرا سيدي على هذا العرض. لا أريد أن أعطي انطباعا بأنه ليس هناك اهتمام لطرح الأسئلة، هل هناك دول أعضاء أشارت إلى أنها لا تريد أن تستخدم قاعدة البيانات وتريد أن تستخدم ما لديها من نماذج؟ هل ستنجح العملية على هذا النحو؟ شكرا سيد توم على هذا السؤال. لا أعتقد أن ذلك حصل أبدا، ولا أتوقع أن يحصل أيضا. فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي التي تقرر في نهاية المطاف بمفردها بشأن الموقف المشترك الملزم قانونا وعلى صعيد السياسات الأمنية الاتحاد الأوروبي، بحيث أن دول الأعضاء وافقت جماعيا على الإبلاغ بشأن هذا الموضوع، واستخدمنا نظام كو آرم لأداء ذلك. ليس هناك من يشتكي حتى الآن أبدا. إذن لإجابة عن سؤالكم، لا أرى أن ذلك سيحصل. شكرا مرة أخرى. الكلمة لبولندا. شكرا جزيلا. ليس لدي سؤال بالنسبة أوجهه للسيد ناغان. أريد أن ألفت نظركم إلى مشكلة تقنية طفيفة تواجهها بولندا الخاصة بالنفاذ إلى الجزء المقيد من موقع الإنترنت أو الموقع الرسمي، والحاجة لتغيير الشفرة كل عام. ونحن نرى أن هذا متعب بعض الشيء وقد يؤدي إلى بعض اللبس، ونود أو سنكون ممتنين لو تمكنوا من مراعاة تغيير العملية لتكون العملية سهلة الاستخدام ودية. شكرا على هذا المقترح العملي، سنتدارس هذا المقترح. هل من وفود أخرى راغبة في أخذ الكلمة؟ لا، هذا يعني أنه يمكن أن ننتقل إلى خلاصتي واستنتاجات الاجتماع هذا. مرة أخرى نشكر. آسف، جمهورية كوريا، الكلمة لكم. شكرا على إعطائي الكلمة. أنا جمهورية كوريا قلقة
حول المستويات المنخفضة من الإبلاغ، ونود أن نؤكد مرة أخرى على أن كل دول الأطراف لابد أن تحترم واجباتها في مجال الإبلاغ، وهذا أساسي لتحقيق الشفافية والتنفيذ الفعال للمعاهدة. ونود أن نعرب عن تقديرنا لـ WIPF على العرض المقدم، فهذا العرض مفيد في اتخاذ تدابير لتحسين الشفافية وللتصدي للعنف الموجه ضد المرأة. إن جمهورية كوريا ترى أن وثيقة الإرشادات ورخصة بواجبات الإبلاغ ستحسن من مستويات التقرير المقدمة، ثم نقدر الجهود الدؤوبة للرئيسين المشاركين لضم النماذج الخاصة بالإبلاغ. وجمهورية كوريا تؤمن بأن قاعدة بيانات بحث عن معلومات ستعزز الشفافية وتعزز تنفيذ المعاهدة، لكن نريد الإشارة إلى أنه لابد أن تكون هناك مناقشات كافية حول مدى فائدة قاعدة بيانات هذه للبحث عن معلومات من خلال أو من الموصى به الإبلاغ عن كيفية عمل هذه قواعد البيانات هذه على غرار كو أرمز، قاعدة بيانات كو أرمز. شكرا لجمهورية كوريا على هذه المداخلة. أعطي الكلمة لكاميرون. أشكركم على تأي الكلمة. إن فهمت العرض بشكل سليم، فإن سؤالي هو كيف يمكن لهذه البلدان، لهذه المعطيات أن تستخدم من قبل دولة العبور، ولا سيما أن المعلومات قد لا تكون متاحة، أي أن قاعدة البيانات غير معبأة بآخر المعلومات. ثم ما هو الدعم الذي يمكن أن يقدم إلى الدول الأطراف الأخرى التي يهمها هذا الجهد على المستوى الدولي؟ بالنسبة لهذا السؤال، سيكون من الأهمية بمكان الاتصال المباشر بدولة من دول الاتحاد الأوروبي، فقاعدة البيانات هي أساساً من أجل المساءلة، فقد يتم تعبئة المعلومات مرة في العام، ربما صيفاً، حول المسائل التي دارت في العام الماضي. إذا ما أردت معلومات آنية من أجل المشروعات الجارية، فإن قاعدة البيانات هذه لن تساعد كثيرا. إذا ما كان سؤالك الثاني؟ بالنسبة لدعم بلدان العالم الثالث، ما هي المشاريع التي تشمل قوانين ألمانيا وقوانين إكسبرتيز فرانس؟ وبإكسبرتيز فرانس يمكنكم أن تتصلوا بهم، وقد يكونون
موجودون في مجموعة من البلدان في إفريقيا، وأعتقد أنني يمكنني أن هل من طلب آخر للكلمة؟ أعتقد أنكم بهذا قد وصلنا إلى نهاية الأسئلة. إذن أشكر الجميع على مشاطرتهم لنا ما لديهم من معلومات وتجارب. لا شك في أن هناك الكثير من الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع، لا سيما كيفية دفع هذه المسائل إلى الأمام وبعد ذلك العودة إلينا بتقارير. كما نطلب من السلطات أن تفكر في هذه المسائل في لا ورقة، وأن تشاركنا ما لديها من معلومات على صفحة الموقع الشبكة. بهذا وصلنا إلى نهاية الاجتماع، ويود الرؤساء المشاركون أن يشكروا جميع الذين شاركوا، ويسعدنا التعاون مع كافة أصحاب المصلحة لدخل المزيد من الشفافية والامتثال في المعاهدة. والآن أعطي الكلمة إلى أمين رئيس أمانة المعاهدة السيد دومباسي. شكرا. أعتقد أن هذه فرصة لكي نعقب على هذا الموضوع. أود أن أهنئ الذين لدي إعلان. سنبدأ من الساعة 4:30 بعد الظهر. هناك نشاطان، النشاط الأول من تومسي سنتر والـ ATT، وعنوانه القيام بجرد حول كافة القضايا المتصلة بإعداد التقارير في المعاهدة. الموضوع الثاني هو تنفيذ المعاهدة من أجل بعنوان معة للسلم، وهو تطوير حقوق الإنسان، التنمية وحقوق الإنسان. إذن يمكنكم الحصول على وصلة المشاركة في هذا الحدث الذي سيدور على الموقع الشبكي، وسيبدأ في الساعة 4:30، أي بعد نصف ساعة من انتهاء اجتماعنا، وسيدور حتى الساعة 6 مساء بتوقيت جنيف. كما قلت، فإن المسؤولين إذا وجدوا أن المداخلات التي قدموها كانت كتابة، يمكنهم أن يبعثوا لنا بمساهماتهم وبياناتهم من خلال عنوان المعاهدة الإلكتروني، وسنقوم بنشر هذه البيانات على الموقع. كما أن هذه الجلسة مسجلة، والتسجيلات موجودة أيضا على الموقع، وسنواصل تسجيل الجلسات اليوم وغدا، وغدا ستحصلون على تسجيلات اليوم. وهذه فرصة لكي نستعرض كافة ما دار في هذه الجلسات. هذا ما لدي من معلومات، وأعطي الكلمة الآن إلى الرئيسين المشاركين لرفع الجلسة. شكراً، هذا كل ما لدينا اليوم. شكراً وطابت أوقاتكم.